السلام عليكم. نتكلم النهاردة إن شاء الله عن الـ Pericardial Diseases. Pericardial Diseases هم عبارة عن ثلاث عناوين كبار: الـ Pericarditis والـ Pericardial Effusion مع الـ Cardiac Tamponade والـ Constrictive Pericarditis. بس قبلهم بس هندي ريفيو سريعة كده عن الـ Anatomy والـ Physiology بتاع الـ Pericardium والـ Pathology بتاعه برضه. البريكارديوم ده عبارة عن ايه؟ البريكارديوم ده من اسمها peri it surrounds cardium it surrounds the heart ماشي، وده عبارة عن two layers اوكي outermost fibrous layer ده it keeps the heart in place ماشي، وال inner serous layer which secretes and absorbs pericardial fluid تمام. اللي احنا عندنا two layers of pericardium ما بينهم بيبقى فيه فلويد علشان يقلل الفريكشن اللي ما بيحصل لما الهارت كل شويه كونتراكت ويريلاكس تمام. السيريس لاير دي عباره عن تو لايرز برده اللي هم الفيسرال لاير والبارايتال لاير اوكي. الفيسرال لاير اللي هي بتبقى اقرب لجوه اللي هي اقرب للهارت يعني لجوه، والبارايتال لاير اللي هي اقرب للفايبرس لاير تمام. يعني احنا عندنا كده الفايبرس اهو بره، وراها البارايتال لاير والفيسرال لاير اللي جوه، وما بينهم في البريكارديال فلويد، وبعد كده بقى في الميوكارديوم والاندوكارديوم اللي جوه اند سو اون. دي صور برضو للبريكارديوم هو مفتوح كده، نقدر نشوف ان هو اتس ثين لاير ماشي، هو فيه كل اللايرز اللي احنا اتكلمنا عليها، بس اتس برضو ا فيري ثين لاير بيبقى جواه فلويد، والفانكشن بتاعها انه يبقى الحركه الفريكشن يقلل الفريكشن اللي بيحصل كل مره الهارت بيكونتراكت وريلاكس اوكي. فاللي بيسكريت الفلويد اتسكريت سيريس بيريكارديوم اتسكريت اند ابزوربز الفلويد، عندهم حاجه اسمها ميزوثيليال سيلز هم دول المسؤولين عن الفانكشن ده اوكي. ونورمالي بيبقى فيه الرقم مش مهم، بس الفكره نفسها ان هو نورمالي بيبقى فيه ما بين 15 and 50 ml of ultrafiltrate of plasma. البيريكارديال فلويد ده مجرد حاجه ultrafiltrate of plasma، يعني زي البلازما بالظبط كده تمام. مش مثلا بيبقى فيه ما بيبقاش فيه بروتينز بموليكولار ويت عالي ولا اي حاجه، هو مجرد زي شويه فلويد كده موجودين. نفس الكلام بيبقى موجود في البلورا حوالين النقص اوكي. والفلويد حبه الفلويد دول بيبقوا they act as a mechanical protection for the heart and the big vessels and as a lubricant ودي مهمة جدا to reduce the friction between the heart and the surrounding structures ماشي. It stabilizes the fibrous layer اللي بره. It stabilizes the position of the heart in the chest. بس معلومة كده هنعرف أهمية حقيقة المعلومة دي. The normal pericardium is not essential to life. Okay. ممكن it can get obliterated بعد open heart surgery and both layers may be removed for diseases زي constrictive pericarditis. هو كويس وبيله function حلو وكل حاجة وبيقلل الفريكشن، بس لو اضطرينا نشيله في diseases زي constrictive pericarditis اللي هنتكلم عليه ده خلاص يعني مش هو الحاجة essential for life. Okay. Pathology بقى، احنا عندنا لما بيحصل مثلا inflammation في اي جزء في جسمنا بيجي cytokines و white blood cells to fight this infection اوكي. وكل مكان في الجسم بيرسبوند للانجري او لاي حاجه بتحصل له بطريقه معينه تمام. لو البريكارديوم ده حصل فيه اي نوع من الانجري، سواء بقى انفكشن سواء فلويد كتير ضغط على الهارت سواء اي حاجه، الريسبونس بتاع البريكارديوم بيبقى عباره عن ايه؟ الريسبونس بتاعه از فيري ليميتد ماشي. فبيعمل ايه؟ هو فيه فلويد فهيزود كميه الفلويد اللي موجوده ماشي، او ممكن الكومبوزيشن بتاع الفلويد اللي موجود ده بدل ما يبقى زي ترانسيت كده زي السيريس فلويد اللي قلنا ان هو بيبقى الترا فلترد في البلازما، يبقى الفلويد ده بقى بدا يبقى فيه بروتينز وسيلز وحاجات كده فيبقى اكسيدنت اوكي. ممكن يديبوزيت فايبرين عليه وانفلاماتوري سيلز عليه تمام. ممكن لو الانفكشن دي مثلا فضلت قاعده فتره طويله والاكسيدنت ده فضل قاعد لمده فتره طويله بيحصل ايه؟ ان بيحصل healing with organization which may result in focal or diffuse obliteration of the pericardial cavity by adhesion. البريكارديوم المفروض ان هو two layers يبقوا بعاد عن بعض وفي fluid ما بينهم. من كتر الانفكشن بقى ومن كتر الفايبرس تيشو اللي هيديبوزيت ممكن اللايرز دول يلزقوا في بعض. الفيسر والبريتال بريكارديوم يلزقوا في بعض. اوكي؟ ممكن لو حصل يعني كان في effusion chronic يعني it may be associated with pericardial thickening. البريكارديوم اللي هو اللاير اللي بيبقى رفيعه وglistening دي لا تبقى layer thick وfibrous كده وحاجه tough
okay. At times, loculated accumulation of fluid may result in cardiac compression and constrictive clinical picture. الكلام ده هنقوله بالتفصيل بعد كده، بس عشان ناخد فكرة ان ممكن ايه اللي يحصل. ممكن الفلويد، كمية الفلويد تزيد، ممكن يحصل عليها fibrous tissue organize، ممكن يحصل pericardial thickening، ممكن يحصل cardiac compression بسبب الفلويد الكتير، وان البريكارديوم بقى thickened وخلاص واقف في مكانه. وممكن اخر حاجه يحصل يبقى في calcification على الانفلاميشن اللي موجود ده. This may be focal or extensive and likely represent the end stage reaction to injury. ده خلاص الكالسيفيكيشن ده بيحصل في اي حته في الجسم، خلاص ده اخر حاجه، مش من الاول كده بنلاقي calcification موجود. اوكي، احنا الديزيز بتاعتنا هنتكلم عليها، هنتكلم على الاكيوت بريكارديتس، وممكن الاسباب اللي بتسبب لي اكيوت بريكارديتس ممكن تتكرر تاني تعمل لي ريكارنت بريكارديتس. اوكي، وعندنا برضو البريكارديال افيوجن والكاردياك تامبونات والكونستريكتيف بريكارديتس. لو نبص هنا من الاول كده ان هو في اسهم كل حاجه، اللي اكيوت بريكارديتس leads to pericardial effusion or pericardial effusion leads to constrictive pericarditis and so on وبنقعد نلف، which means ان كل الديزيزز الثلاثه اللي هنتكلم عليهم دول interconnected وكل واحد بيؤدي للتاني. اوكي، نبدا بالacute pericarditis. acute pericarditis يعني معناها ان احنا عندنا inflammation في البريكارديوم، تمام، والانفلاميشن دي is of acute onset. اوكي، it's also called dry pericarditis. ليه؟ علشان احنا بيبقى ما فيش فلويد زياده زي الافيوجن، ما بيحصل ما بيزودش كميه الفلويد، ماشي، بيبقى الكومبوزيشن بتاع الفلويد مثلا يبدا يقلب اكسيديت، يبدا البروتين تزيد فيه، السيلز تزيد فيه and so on. اوكي، بس ما بيبقاش عندي كميه فلويد بقى كبيره وهي بتضغط على الهارت وكده. اوكي، وجنرالي كده it's a triad of chest pain وpericardial friction and rub في serial ECG changes بيعدوا في 4 phases، وغالبا بيبقى في history of violent illness. ليه الكلام ده؟ في احنا لما نيجي نتكلم في clinical picture هنعرف ان في characteristic type of chest pain بيجي مع البريكارديتس، والبريكارديال فريكشن راب ده بسبب احنا كنا لسه بنقول ان البريكارديوم بيبقى فيه فلويد في النص عشان يأفويد الفريكشن. هنا بقى الفلويد نفسه الكومبوزيشن بتاعته اتغيرت، فبقى الفريكشن يحصل فبقى بيعمل لي صوت اسمه فريكشن راب، وهنسمعه مع بعض. وفي اي سي جي تشينجز هنقولهم، وايه هيستوري اوف فايرال النس ده؟ غالبا غالبا الاكيوت بريكارديتس بيبقى السبب بتاعه فايرال، ماشي؟ فممكن يبقى حد مثلا جاله دور برد مثلا وبعدين ده جاي بفيريكارديتس، فغالبا بيبقى معايا هيستوري اوف فايرال النس. وده بيدخل في اربع انواع. احنا قلنا اكيوت بريكارديتس عشان ده المين اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الموست كومن، اللي هو بيبقى ات لاست فور ليس ذان 4 تو 6 ويك. ممكن ده يبروجريس شويه ويقلب سب اكيوت، ممكن، بس بيبقى من 4 تو 6 ويك، بس اقل من 3 مانثس. ممكن يقلب كرونيك اكتر من 3 مانثس، يقعد بقى البيشنت ده عنده نفس الانفلاميشن ده لمده فتره كبيره. اوكي، وممكن يبقى ريكارنت، يبقى عنده سيمبتوم 3 انترفلز في النص وبعد كده يرجع تاني ونفضل الترنيت كده. اوكي، الباثوفيزيولوجي بتاع الاكيوت بيريكارديتس. البيريكارديوم هنا it becomes thicker and the fluid and cells move into the cavity. ازاي بقى؟ احنا عندنا الايتيولوجي اللي هو الكازز اللي هنتكلم عليها كلها دي بتنيشيت انفلاماتوري ريسبونس، وده بيحصل لما اي انفلاميشن بيأتراكت وايت بلاد سيلز والسيتوكاينز والحاجات دي كلها، فهيدخل عندي نيوتروفيلز، انفلكس اوف نيوتروفيلز اند اذر كيميكال ميدييتورز. طبعا الباثويز بتاعه الانفلاميشن والانفكشن والاميونيتي والحاجات دي قصص كبيره يعني مش هندخل فيها. الكيميكال ميدييتورز اللي دخلت دي they change the permeability of pericardial vascularity. مهمه دي جدا جدا، علشان احنا المفروض البيريكارديوم ماشي عامل زي الكابيلاريز عندنا. الكابيلاريز عندنا بتعدي البلازما بس ما بتعديش الهيفي بلازما بروتينز مثلا، تمام. لما بيحصل مثلا انفلاميشن في البلازما بلازمز برضو بيبدا طبيعه الحاجه بتتغير، الاندوثيليوم نفسه ما بقاش الرياكشن بتاعه زي العادي. نفس الكيس في البريكارديوم عندنا. اوكي، هو بيعدي نفس الحاجه، بيعدي الجزء بتاع البلازما بس ما بيعديش حاجات هيفي، لكن هنا بسبب الكيميكال ميدييتورز البيرميابيليتي بتاع البريكارديوم اتغير. اوكي، فده هيخلي يدخل فلويد زياده فهيأكيوميليت فلويد اكتر، وكمان الكومبوزيشن بتاع الفلويد ده هيعدي حاجات المفروض ما تعديش، تمام. فهيحصل عندي pericardial inflammation and edema، وده by time it will lead to restriction of heart motion and pain with breathing. هنعرف الكلام ده ايه دلوقتي. ايه الكازز بتاعتي اللي باي تايم ليدز تو انفلاميشن اللي هيعمل لي البريكارديتس؟ اول حاجه فيهم هي واهم حاجه فيهم الايديوباثيك. اوكي، ايديوباثيك يعني ايه؟ يعني انا مش لاقي له كاز. بعد ما عديت على الكازز كلها اللي هنقولها دي
ما فيش حاجة فيهم تنفع مع تمشي مع البيشنت ده. وده it's the most common up to 80% of the cases بيبقوا idiopathic. اوكي والايديوباتيك ده يوجوالي بيبقى في كوز قبله، بس احنا مش لاقيينه، او احنا ما فيش حاجه سبيسيفيك نقدر نلاقيها فيه. وهنا هنيجي حته بتلخبط شويه، احنا بقول ان هنا ان هو اتس موست لايكلي ديو تو undiagnosed فايرال انفكشن. هنيجي بعد كده في الانفكشن هقول ان انا الفيروس ده هو اللي عامل البريكاردايتس ده. ليه؟ ممكن يبقى حد كان عنده فايرال انفكشن وخلاص في اخر الدور بتاعه مثلا، او خلاص الدور مثلا دور البرد بتاعه راح. اوكي فما عنديش اي كلينيكال فيتشرز اقدر اقول بيها ان هو ده فايرال، ماشي، وما اقدرش احلف ان ده فايرال. بس غالبا الحالات الايديوباثيك دي بيبقى كان عندي حاجه فايرال انفكشن قبل كده وراحت. اوكي فايديوباثيك ده اهم حاجه فيهم، وذا موست كومن فيهم ده معناها ان احنا مش لاقي سبب. اوكي ومن الحاجات اللي هنيجي في التريتمنت بعد كده هنقول تريتمنت اوف ذا كوز. لو في كوز انا اقدر الاقيه، يعني لو في انفكشن هدي انتي بايوتكس مثلا، يعني لو في تي بي هندي انتي تي بي دراجز اند سو اون، هنقول الكلام ده دلوقتي. فعندنا اول كوز الايديوباثيك، تاني كوز هو الانفكشن، والانفكشن ده ممكن يبقى فايرال، ممكن يبقى بكتيريال، ممكن يبقى تي بي مثلا. اوكي وتي بي ده بنسمعه كتير وبناخده كتير اكتر من مره وبنزهق منه، بس هنا في البيريكارديتس مهم جدا. المهم اول حاجه في الفايرال is the most common cause of acute pericarditis، عشان برضو غالبا الفيروس هو اللي بيبقى الكوز بتاع الايديوباثيك، ف therefore is the most common cause. وعندنا list viruses كتير، كوكساكي في بي فيروس، اكو فيروس، ادينو فيروس، وانفلونزا اي ان بي و اتش اي في. مش هنخش في تفاصيل بقى كل واحد بيعمل ايه، بس غالبا الحاجات دي اسامي الفيروس دي غالبا بنسمع عنها في الاطفال اكتر. اوكي ممكن بيبقى بيجي مثلا سيزونال ابيديميكس، يجي بيشنتس كتير جدا عندهم على وقت دخول الشتاء مثلا، ناس كتير جايين عندهم بريكارديتس، يبقى ده غالبا ده فايرال، ماشي. فبيبقى في سيزونال، يوجوالي اتس شورت اند سيلف ليميتد ديزيز بت لاست 1 تو 3 ويكس. الفايرال ديزيز احنا عارفين ان احنا ما بنديش حاجه ليها، يعني غالبا حاجه سيمبتوماتيك يعني، ولو حاجه سيفير او حد امينو كومبرومايز وقتها بندي انتي فايرال، والانتي فايرلز مش حاجه افيلبل للدرجه دي، وفي انواع كتير ولا حاجه، مش زي الانتي بايوتكس يعني. فغالبا بنعتمد على الاميونيتي بتاع الشخص. ممكن يبقى مع الفيرال بيريكارديتس يبقى في اسوسييتد مايوكارديتس، وهنا بسبب ان هو السيلف ليميتد ذا تريتمنت از مينلي سيمبتوماتيك ويد اوبزرفيشن فور ديفلوبمنت اوف تامبنود. هو احنا هنقول هنا الكازز وهنقول التريتمنت بتاعها في نفس الوقت هنا، عشان لما نيجي بعد كده نقول تريتمنت اوف ذا كاز، بدل ما نكون نسينا الكازز ونيجي نقعد نراجعهم تاني، نبقى خلاص عرفنا ان المانجمنت بتاع كل حاجه في ساعتها. تمام. تاني حاجة في الانفكشن هي البكتيريال، والبكتيريال مش زي الفيروس. الفيروس بيبقى ماشي دور خفيف كده وخلاص وبيروح لحاله عادي يعني. تمام. البكتيريال لا، البكتيريال بتقلب ببيريولنت بيريكارديتس، وهنتكلم على الجزء بتاع الباثولوجي بتاع البيريكارديال ديزيزز بعد ما نخلص الكازز على طول. فبيريولنت بيريكارديتس، بيريولنت كلمة اسمها بيبقى فيه باس. اوكي ده غالبا it develops from pulmonary extension، يبقى البيشنت عنده مثلا نيمونيا او امبايميا. اوكي فالانفكشن اللنج جنب الهارت على طول، فيحصل اكستنشن اوف ذا انفكشن. ممكن يبقى في شخص عنده انفكشن في حته ثانيه and it spread hematogenously. ممكن يبقى اندوكارديتس، ونفتكر كان عندنا محاضره عن الانفكتيف اندوكارديتس والكازز بتاعتها والاورجانيزمز كان اتكلمنا عنها قبل كده. ممكن يبقى في penetrating injuries to the chest wall from either trauma or surgery، ماشي. فاحنا الانجري اللي دخلت دي دخلت الانفكشن معاها، اور سب دايبراجماتيك سابيوريتيف ليجن. اهم حاجه ان هو سورس الانفكشن بكتيريال جاي من حته. تمام. غالبا نيموكوكس واز previously the dominant organism، ده قبل كده after the antibiotic، عشان ده كان غالبا اللي بيسبب النمونيا، ماشي. after antibiotic era بقى staff و gram negative species are most common، بسبب بقى موضوع الresistance والحاجات دي. اوكي وان كومباريزن للفيرال مايوكارديتس، بكتيريال بيريكارديتس هاز بور البروجنوزس، ماشي. ليه؟ علشان بيبقى غالبا بيؤدي لونج تيرم كومبليكيشنز، منها الكونستريكتيف بيريكارديتس، يحصل بقى ديبوزيشن اوف فايبرين واورجنايزيشن وكولاجينايزيشن، فده يعمل كونستريكشن ويضغط على الهارت. وهنقول الكونستريكتيف بيريكارديتس بتفصيل بعد كده. وهنا مش عامل زي الفيرال خالص، ات از فيتال اف نوت تريتد. فاهم حاجه عندي في التريتمنت ان انا المفروض ادي له
appropriate antibiotic for at least 4 weeks and open surgical drainage. لو اضطريت تعمل له open surgical drainage may even require partial or total pericardiectomy. احنا لسه كنا بنقول ان البريكارديوم is not essential to life. طبعا لو function كويس وكل حاجة بس مش essential to life. لو قلب الموضوع ب constrictive pericarditis وان خلاص البريكارديوم ده it's too thick وبيضغط على الهارت بدل ما هو بيسهل function بتاع الهارت لا بيضغط على الهارت ممكن يضطر ان احنا نشيل جزء من البريكارديوم او البريكارديوم كله. تمام؟ التوبركيوس بيريكارديتس وده من الحاجات المهمه مش ان احنا تي بي او بنعديه وخلاص واحنا خدنا التي بي 500 مره قبل كده لا هنا التوبركيوس بيريكارديتس من الحاجات المهمه وده بيجي في الناس الهاي ريسك جروب زي في الالدرلي ان نيرسينج هومز او في الاماكن اللي فيها اوفر كراودنج ماشي ومشكله التوبركيوس بيريكارديتس ان هو لما انا ما بحطوش في دماغي الا لو في هيستوري اوف تي بي مثلا عند البيشنت او عند حد حواليه تمام فلو ما حطيتوش في دماغي هو المفروض التي بي بيبقى كان هما بيبقى acid fast bacilli يعني الكالتشر بتاعها مختلف عن البكتيريا الكالتشر العادي تمام فلو انا ما حطيتهوش في دماغي ودورت عليه مش هلاقيه اوكي فهنا المفروض عندي لو سحبت pericardial fluid بيبقى عندي acid fast bacilli بس مش يعني الدياجنوستيك يير فور acid fast bacilli in the pericardial fluid is fairly low حتى الدايجنوز بتاع حتى لو سحبت بريكارديو فلويد مش شرط الاقي التوبركلس باسيلاي بكميه كويسه تمام البريكارديال بايوبسي از مور اكوريت والكلام ده ما بنلجالهوش الا راست ريزورت يعني لو احنا عندي هيستوري اوف تي بي مثلا في البيشنت او في حد حوالين البيشنت لا يبقى خلاص هكتفي بالهيستوري وعالج على اساس كده تمام لكن لو لفيت الكازز كلها ومش لاقي حاجه خلاص بضطر افكر في الحاجات دي في حاجه اسمها ادينوزين دي امينيز ده بيبقى عالي في البريكارديتس بيبقى موجود في البريكارديال فلويد اند اتس يوزفول تو دايجنوز تي بي بما ان مش هقدر الاقي الاسيد فاست بس اللي للدرجه دي يبقى عندي بقى حته الادينوسين دي امينيز اشوف الكميه بتاعته elevated ولا لا او اضطر اعمل pericardial biopsy later on approximately half of the patients develop constricting pericarditis وده من الحاجات اللي هي complications اللي مش لطيفه خالص خالص عشان كده لازم نحط التي بي في دماغنا اوكي تريتمنت اللي هو the usual anti tuberculous therapy اللي هم الايزونيازيد والريفامبين والثامبيتول والبارازينامايد واكيد هتاخد الكلام ده في الشاست اكتر بتفصيل اكتر الثالث cause هو systemic autoimmune diseases systemic autoimmune diseases they affect all the coverings of the heart مش بس البريكارديوم لا بيعمل لي ممكن يعمل لي اندوكارديتس يعمل لي مايوكارديتس يعمل لي بريكارديتس اوكي وعندنا اللي اخد بطن هيبقى عارف الاسامي الديزيز دي واللي مش اخد بطن هيبقى سامع بس عندهم ولحد ما تاخده هتعرفوا بالتفصيل اكتر ان هو مثلا ال حاجه زي سيستميك لوبس انفكت البريكارديوم والبلورال كافيتي او يعني السيرس ممبرين اوكي وده بيدخل في الحاجات من الكرايتيريا تو دايجنوز لوبس اوكي فاول حاجه عندي الروماتويد ارثرايتس ممكن يبقى ذا بيشنت از كلينيكلي وده غالبا يعني generally autoimmune diseases are more common in females بس لما بيجوا in males بيبقى severe أكتر فبلاقي ممكن pericarditis لو مثلا واحد male عنده severe destructive and nodular rheumatoid arthritis دي أنواع rheumatoid arthritis لما تاخدوا وقتها هتبقوا تعرفوها إن شاء الله الروماتويد فاكتور هنا هيبقى عالي عشان كده من في الانفستيجيشنز اللي المفروض اعملها لازم احط في دماغي ان انا اعمل الانفستيجيشنز بتاعت حاجات الاوتو ايميون ديزيز اوكي وما بنعالجش اونلي سيمبتوماتيك روماتويد ارثرايتس اللي معاه بيريكارديتس شود بي تريتد لو مثلا واحد عنده بيريكارديتس بس مش سيمبتوماتيك واكتشفته بالصدفه خلاص اسيبه في حاله تمام السيستميك لوبس غالبا البريكارديتس اللي بيجي معاه بيبقى ديورينج فلير ابس بات ات مي بي ذا بريزنتنج مانيفيستاشن ممكن يبقى من الحاجات اللي هحطها في كرايتيريا تو دايجنوز ذا بيشنت من اول مره ان هو لوبس اوكي لو عملت فلويد اناليسيس بتاع البريكارديال فلويد هلاقي فيه بوزيتيف اوتو انتي بوديز اللي هم الانتي نيوكلير انتي بوديز والانتي دبل ستراندد انتي دي ان اي طبعا الكلام ده احنا بندي فكره بس يعني دي مش محاضره بطنه اللي هو محاضره روماتولوجي بس بنكوريليت الكلام مع بعض فمش هندخل في تفصيل منها كتير وهنا التريتمنت بتاعه هيبقى تريتد وذ انتي انفلاماتوري ايجنتس اند كنترول اوف ذا سيستميك لوبس فلير اب development of constrictive pericarditis and tamponade is rare ودي الحمد لله فضل ونعمة من ربنا يعني rheumatic fever ده من الحاجات اللي بتيجي في الأطفال هتلاقوا ان انتوا هتاخدوها في الأطفال أكتر it's less common nowadays بيجي بس أكتر في lower socioeconomic groups لكن جت فترة قبل كده كان كل الناس بيجي لها rheumatic fever وما بيتعالجوش فلما ما بيتعالجوش بيحصل بقى
الكروس رياكشن اللي بيحصل ما بين الاورجانيزم وما بين الهارت، فيجي بعد كده the patient بيبقى عنده مشاكل في الفالفز. اوكي بيبقى في بقى عندي pancarditis، يعني endocarditis و myocarditis و pericarditis، تمام؟ وده بيجي في الاطفال. يعني السيمبتومز بتاعت البيريكارديتس بتيجي غالبا 7 to 10 days after the onset of fever and arthritis. والسلايد الجاي هوريكم بس الجزء بتاع الكريتيريا اللي هو to diagnose rheumatic fever عشان نفهم المانيفستيشنز اللي بتيجي عباره عن ايه. في حاجه اسمها ASO تتر، ده اللي بيبقى diagnostic في الروماتيك فيفر بيبقى greater than 400، والكلام ده كله لو ادينا انتي انفلاماتوري تريتمنت it resolves الحمد لله. الروماتيك فيفر هو مش هنتكلم فيه في التفصيل، بس هو حاجه يعني مش هقول شبه الانفكتيف اندوكاردايتس، لا، بس هي حته الكرايتيريا دي. فاكرين في الانفكتيف اندوكاردايتس اتكلمنا في حاجات ميجر كرايتيريا وماينر كرايتيريا، كنا بنجمع لو فين مثلا اتنين ميجر وواحد ماينر يبقى كده خلاص this is diagnostic for infective endocarditis. نفس الكلام هنا، بس هنا كرايتيريا اسمها جونز كرايتيريا. عندنا في الميجر كرايتيريا في عندنا اول حاجه البان كارديتس اللي هي ده اللي هنتكلم فيه النهارده، بيبقى في بولي ارثرايتس يعني بيبقى في افكشن الجوينتس، وفي حاجه اسمها كوريا والسبكوتينيوس نوديولز والاريثيما مارجيناتم، الكلام ده كله هتاخده بالتفصيل بعد كده في الروماتيك فيفر. والماينر كريتيريا بقى الحاجات اللي هي نون سبيسيفيك زي الفيفر والارثرالجيا، وفي الاي سي جي في برولونج بي ار انترفال ليوكوسايتوزس واليفيتد اي اس ار او سي ار بي، تمام؟ فكرة ان الروماتيك فيفر بس ده هو it can cause ممكن يوصل هو بيعمل pericarditis، والpericarditis it results by anti-inflammatory drugs. نفس الكلام بيعمل ممكن يعمل pericardial effusion و pleural effusion، تمام؟ بس الافيوجن دي they resolve وما بيحصلش بقى fibrosis on top عليهم، فاحنا ما بنحطهوش خالص في الايتيولوجي بتاع الconstrictive pericarditis. وزي ما قلنا ان احنا الحاجات اللي بتسبب pericarditis هي يعتبر نفس الحاجات اللي بتسبب pericardial effusion، وهي نفس الحاجات اللي بتسبب constrictive pericarditis، لان ده يعتبر complication من ده وده يعتبر complication من ده. لكن هنا في الروماتيك فيفر الافيوجن اللي بيحصل ده it usually resolves قبل ما يحصل بقى fibrosis on top يعمل لي constrictive pericarditis. رابع كاز هو البوست انفاركشن بيريكارديتس، وده مهم جدا جدا، جبنا سيرته قبل كده في محاضره المايكارديال الانفاركشن مع الكورونري ارتري ديزيزز. وده في نوعين منه عندنا، ده كان من كنا قايلين في complications يعني هناك. ده في نوعين منه، في نوع بيبقى early بعد الـ MI 1 to 5 days post MI، بيحصل بسبب يعني احنا عندنا area of necrosis حصل، يعني area of necrosis بيجي بقى الـ white blood cells و antibodies وكده يعني to eat up الـ area of necrosis الموجودة دي، فبيحصل extension of the myocardial inflammation to the pericardium، تمام؟ وده usually it's self-limited، وممكن اديله ibuprofen او aspirin حاجة anti-inflammatory كده وخلاص، والدنيا بتعدي عادي، تمام؟ لما بيجي pericarditis مع post MI اللي هو early it usually indicates ان في large infarction او great incident of بعد كده developing left ventricular dysfunction and greater mortality، تمام؟ في بقى النوع late اللي هو الدريسلر سيندروم، ده بيحصل weeks to months after MI، يعني خلاص بقى الـ area of necrosis دي خلاص راحت، خلاص مبقتش خلاص موجودة، وفي بقى extension of inflammation ولا حاجة. ده بيبقى حاجة immune mediated phenomena to myocardial antigen، هنا عشان هي immune mediated بيبقى محتاجة حاجة زي non-steroidal أو steroids، تمام؟ فمهم جدا ان احنا نيجي ناخد هيستوري لو البيشنت جاي لي مثلا ببين كاركترستيك للبيريكارديتس، افهم منه هل جاله ام اي قبل كده ولا لا، عشان ده ممكن يبقى هو الايتيولوجي، ودي حاجه كومن مش رير خالص. يعني خامس كوز هو اليوريميا او اللي بتيجي مع الرينال فيلير. ليه بقى؟ عشان احنا عندنا في الرينال فيلير عندي يوريميا، اليوريا اكيوميليت في ان ذا بودي مش بتبقى فلتر بالكيدني، فذا يوريا اريتيتس ذا سيروس بيريكارديوم، ف بيحصل irritation، بيحصل inflammation، وبيحصل ال permeability بتاع ال pericardium بيتغير، okay، فيبقى more permeable، فال pericardial fluid اللي بيعدي بيبقى thicker pericardial fluid و deposit fibrin عليه and white blood cells، okay. وهنا بقى مهم جدا، pericarditis can occur in a patient under renal failure whether he's on dialysis or not، يعني whether الكرياتين بتاعه عالي جدا او لا، يعني مش شرط ان هو يبقى البيشنت لازم يكون on dialysis، مش كل الرينال فيلير بيشنتس بيغسلوا، تمام؟ والبيريكارديتس ممكن يحصل مع بيشنت بيغسل او ما بيغسلش عادي خالص، تمام؟ فهي ملهاش اي علاقه بالليفل بتاع الكرياتين او بالفريكوينسي مثلا بتاع الدياليسيس او اي حاجه. This is an بيبقى فيه اوتو اميون امبيرمنت في اليوريميك بيشنتس، واليوريا اللي موجوده دي اريتيتس البيريكارديوم، تمام؟
وهنا برضو the heart rate، يعني معلومة برضو the heart rate may remain slow during tamponade despite fever and hypotension. المفروض مع الفيفر بيبقى ال heart rate بتاعي بيعلى، المفروض ال hypotension بيبقى فيه response من ال heart rate ان هو يعلى برضو. اوكي هنا بسبب اليوريميا بيبقى ال heart rate برضو slow حتى لو during tamponade. اوكي ومعلومة مهمة the ECG does not show typical diffuse ST أو T wave elevation observed with other causes of acute pericarditis. احنا كنا قايلين ان هو ال triad of chest pain و friction rub وفي state يعني أربع stages في ال ECG changes منهم بيبقى فيه ST elevation، لكن في اليوريميا أنا ما عنديش حاجة عاملة مشكلة في يعني أنا ما عنديش مشكلة في الهارت نفسه، أنا المشكلة عندي metabolic جاي من بره فمش هيغير لي حاجة في ال ECG. تمام فلو patient عندي بالهيستوري بتاعه كده هو عنده renal failure وجاي pericardial chest pain وعملت له الاي سي جي ولقيت مفيش typical اللي هو typical changes اللي بلاقيها دي عشان مفيش myocardial inflammation، يبقى المانجمنت بتاعه هيبقى ان انا اصلح المشكله اللي عنده اللي هي renal failure by frequent hemoperitoneal dialysis and follow up the degree of pericarditis. اللي هو بيبقى follow up ازاي؟ بيبقى ال pericardial friction rub اللي موجود ده يعني لحد ما يروح، يبقى كده خلاص ال dialysis ده كان كفايه ان هو to reverse اليوريميا اللي كانت موجوده عند ال patient. تمام؟ دي صورة برضو حتة الانفلاميشن اللي بيحصل بسبب المايوكارديال اسكيميا عندنا او الانفاركشن، او ممكن يبقى بي سي اي او كابج اللي هو كورونري ارتري باي باس جرافت. كل الحاجات دي هو احنا بنصلح مشكلة بس they lead to other problems زي the release of cardiac antigens او auto antigens but they will activate autoimmune process فيعمل لي pericardial inflammation. سادس كوز هو نيوبلاستيك. تمام وده مش كومن قوي في البيريكارديتس قد ما هو كومن في التامبوناد الكاردييك تامبوناد. ده is the most frequent cause of tamponade in hospitals. اوكي ودسنيا is the most common and the most significant symptom. يبقى حد عنده مثلا breast cancer او lung cancer او leukemia او lymphoma تمام ويحصل metastasis، فده اللي هيجي بقى البيشنت بدسنيا. والدسنيا لو مثلا patient عنده lung cancer هيبقى already عنده دسنيا مثلا. اوكي فلو عنده واحدة عندها breast cancer وحصل metastasis to the heart هتيجي بدسنيا. تمام وهنا الدايجنوزس بتاعي هيبقى by cytology to confirm the malignant infiltrate. هناخد pericardial fluid sample ونشوف نعمل cytology ونشوف malignant infiltrate فيها. والتريتمنت بتاعي عشان غالبا it's the most common ان هو يعمل tamponade مش ان هو يعمل pericarditis، فعايز اريليف التامبوناد. التامبوناد ده باختصار لحد ما نوصل له يعني بيبقى فيه pericardial fluid accumulated كتير جدا 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 لدرجة ان هو بيضغط على الهارت، فالهارت مش قادر يريلاكس براحته او يكونتراكت كويس. تمام فاحنا عايزين نشيل جزء من الفلويد ده تو ريليف ذا تامبوناد. نفس فكرة الاسايتس لما بيبقى فيه مثلا تنس اسايتس فاحنا بنعمل باراسنتيسيس عشان نقلل الكمبريشن اللي بيحصل بسبب الفلويد ده. تمام وطبعا هي مشكله نيوبلاستيك، فهندي بقى السيستميك تريتمنت بتاع النيوبلازم ده بقى حسب الكانسر اللي موجود عند البيشنت، ياخد له كيموثيرابي او راديوثيرابي حسب بقى الحاجه اللي محتاج. ممكن حاجه ثانيه اللي في الباليتيف يعني لو مثلا بيشنت خلاص عنده تامبوناد وبيكرر كتير كتير كتير، فاعمل حاجه اسمها سكليروزس اوف ذا بيريكارديال سبيس باي انجكشن. انجكت حاجه اسمها انستليشن يعني I inject حاجة sclerosing agent علشان أقفل البريكارديال layer ده. خلاص مش عايز البريكارديال، مش عايز يبقى فيه أصلا ال visceral والبريكارديال layer بعيد عن بعض، لا أقفلهم خلاص علشان مش كل شوية يكون fluid بكمية كبيرة. آخر cause حاجات others تحت حاجات كتير كده، ممكن يبقى traumatic cause، ممكن يبقى radiation. الradiation ده it initiates fibrinous and fibrotic process in the pericardium. وده it could present as subacute pericarditis أو constriction. وفي حاجة أخيرة زي medication زي الهيدرولازين. ماشي الهيدرولازين ده it's an antihypertensive بنستعمله especially في pregnant women. أوكي ده الميكانيزم of action بتاعه بيبقى فيه بيعمل لي arteriolar vasodilation. تمام بس مشكلة الهيدرولازين ده ممكن يعمل لي systemic lupus like reaction. تمام يعني احنا في اللوبس بيبقى فيه انواع لوبس كتير منها اللي هو بيبقى بسبب medications. ماشي فبيجي البيشنت ممكن يبقى عنده pruritus، ممكن يبقى عنده راش، ممكن يبقى عنده الحاجات اللي هي تبع اللوبس دي بس ده بسبب medication. هنوقف medication المانيفستيشن دي تروح، وزي ما احنا اللوبس بيعمل pericarditis الهيدرولازين هيعمل نفس الحاجه. تمام ده كده summary للكوزز كلها مع بعض.
وندخل بس على الجزء بتاع الباثولوجي اللي هو بتاع البريكارديتس. عندنا بيبقى فيه، مش هدخل فيه في تفاصيل كتير بس عشان نبقى عندنا فاهمين، يعني ممكن يبقى الفلويد اللي موجود في البريكارديال كافيتي ده سيروس، ممكن يبقى فيبرينس، ممكن يبقى بيريلنت، ممكن يبقى هيموراجيك. ده الكلام ده يعني ايه؟ انواع الفلويد عندنا ممكن يبقى عندي سيروس فلويد. السيروس فلويد ده بيبقى ريتش ان بروتين اند لو وايت بلاد سيل كاونت. ده بيبقى جاست الفلويد العادي اللي هو بيبقى موجود في البريكارديوم بس كميته بتبقى زايده، وده غالبا بيبقى بسبب مايلد انجري، بسبب فايرال او ايمونولوجيكال كوز. بيبقى فيه لو كونسنتريشن اوف كيميكال ميديتورز، فمش هتغير في البرميابيلتي بتاع البريكارديال فاسكولاريتي قوي، فهيعدي بس شويه فلويد السيروس فلويد الترانسيت العادي اللي احنا متعودين عليه. اوكي، هيزيد الانفلاميشن زياده، the vessels will become more leaky بسبب ان الابيثيليال جابس اللي ما بينهم بتزيد. هيدخل بقى يعدي الالبومين والجلوبيولين والفايبرينوجين. الفايبرينوجين ده اللي بعد كده هيعمل لي فايبرين. اوكي، انفلاميشن زاد فهيعدي البكتيريا فتعمل لي بايوجينيك او سبيوريتيف بيريكارديتس. بايوجينيك بكتيريا بتدخل they damage the pericardium اللوكال parenchyma cells اللي بيعملوا لي regeneration pericardium. اوكي، البرميبيتي بتزيد more and more فit becomes more leaky، والبروتين البروتين ريتش اكتيف بيزيد. هنا بقى اكزيتد مش ترانزيت. اوكي، والبلاد فلو بيزيد increases due to inflammation. اي مكان بيبقى فيه inflammation ده response يعني ان blood flow بيزيد عشان يجيب بقى الميدياترز وال white blood cells والحاجات دي. زاد الانفلاميشن زياده عن كده بقى more very severe. some of the blood vessels اللي في البريكارديوم they rupture بيقلب لي بهيموراجيك بريكارديتس. يعني مش بس كان في عندي قبل كده في الاول serous fluid وزاد فيه البروتين وبعد كده دخل البكتيريا، لا هنا بقى blood vessels كمان في حبه منهم they ruptured وبقى في blood في البريكارديال cavity. اوكي، ممكن بقى التي بي بيريكارديتس ده احنا بيعمل لي كيسيس نكروسس، بيبقى فيه تشيزي ماتيريال بيبقى موجود في البيريكارديال كافيتي، يعني البيريكارديال فلويد بيبقى تشيزي كده. تمام، وممكن الكلام ده يحصل برضو في الفانجل بيريكارديتس. الجدول ده هو منظر الخط بس لو بصينا فيه هنلاقي ان احنا عارفين الكلام كله اللي فيه. السيروس فلويد ده بيبقى غالبا في الفيرال او في الحاجات النون انفكتشوس اللي هي مثلا زي الروماتويد ارترايتس او السيستميك لوبس، او ممكن يبقى تيومر ريليزنج انتيجين، يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، اليوريميا، السبيوريتيف بلورال انفلاميشن. بلورال مش بيريكارديال، يبقى عندي في انفلاميشن في مكان قريب من الهارت. تمام، فالكيميكال ميدياتورز دي دي ديفيوز ذا بيريكارديوم، فهيعمل هيبقى فيه سيروس فلويد في الاول. قلب الفيبرينس، الفيبرينس ده اللي هو بيبقى داخل الفايبرينوجين زي ما قلنا. ماشي، ده غالبا الكوز بتاعته سم اوف ذا كوزز اوف سيروس، بس بنزود عليها الاكيوت ام اي، يعني الام اي اللي هو الاكيوت اونست وال late onset اللي هو بتاع Dressler syndrome، وفي عندنا اليوريميا والradiation to the chest والconnective tissue disorders trauma malignancies cardiac surgeries. كل الكلام ده قلنا في causes قبل كده. Suppurative أو purulent causes ممكن يبقى كان عندي pyogenic lung abscess، هي بعتت الانفكشن بتاعها، pyogenic pleuritis أو infection جاية from a distant source زي tonsillitis زي brain abscess جاية بhematogenous spread زي ما قلنا، أو direct extension from surgery أو ال patient ده immune suppressed، فأي infection بتبقى موجودة ال immune system does not deal with it وبيزيد الموضوع ويقلب suppurative أو purulent pericarditis. الهيموراجيك اللي هو نوع الفلويد بيبقى فيه blood زي ما قلنا either the cause is so fulminant فبيبقى الاكسيدنت الموجود بيبقى فيه اكسيدنت معاه blood. اوكي، ده غالبا بيحصل من malignancies. الميتاستاسيس اللي بيحصل ده it irritates the pericardium، واحنا من اللي احنا عارفينه من التيومرز in general they keep growing 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 و they destroy the blood vessels اللي موجوده، فهيدخل blood في البريكارديال كافيتي يعمل لي الهيموراجيك بيريكارديتس. ممكن يبقى الفيبرينس ده أو السبيوريتيف قلب بهيموراجيك. احنا قلنا كل ما الانفلاميشن gets more and more and more severe ممكن يحصل يقلب بهيموراجيك، يبقى البكتيريا اللي دخلت دي they destroy the pericardium but they destroy the blood vessels كمان. ممكن يبقى الشخص عنده bleeding diastasis، يعني هو أصلا يعني عرضة ان هو يبقى عنده bleeding، مثلا بياخد anticoagulant أو عنده حاجة hematological أو أيا كان. تمام، الكلام ده كله بيحصل rupture of pericardial blood vessels، وده الهيموراجيك بريكارديتس من الحاجات هاي ريسك تو كونفرت تو كونستريكتيف بريكارديتس. تمام، احنا هنا يمكن مطولين شويه بس عشان لما نيجي نوصل بعد كده مثلا كونستريكتيف بريكارديتس هنقول ان احنا قلنا كذا وكذا وكذا ونلمهم على بعض. الكيزيس
pericardial fluid ده بيبقى في التي بي او في الفانجل انفكشن، بيحصل هيلينج او كولاجينايزيشن اوف ذا اكسيدنت. ماشي، ناخد بالنا ان هنا في اكسيدنت وهنا اكسيدنت وهنا اكسيدنت، دول ده ترانزيت وهنا زائد ترانزيت بلس البروتين، فحاجه في النص كده اللي هو اسمه فيبرينس. اوكي، ممكن يبقى البيشنت عنده تي بي اللي هو يعني تي بي في اللنج، عنده في التريكيا او البرونكيال ليمف نودز، تعمل لي فايبروكالسيفيك كرونيك يعني فايبرو كالسيفيكيشن ويقلب لكونستريكتيف بيريكارديتس. وزي ما قلنا الكالسيفيكيشن ده بيحصل لاست ريزورت، فبيحصل اخر حاجه خالص على الانفلاميشن اللي هو الكالسيفيكيشن. تمام، فده برده من الحاجات اللي هتقلب بكونستريكتيف بيريكارديتس. ومن يعني اكتر حاجه بنركز عليها دايما الفيبرنس، عشان هو ده اكتر نوع لامم كوزز كتير لو ناخد بالنا يعني. خلصنا بقى الباثولوجي والكلام ده، دخلنا في الكلينيكال بيكتشر اللي هو بيساعدني تو دايجنوز الحاله بتاعت البريكارديتس. اول حاجه ممكن يبقى بيشنت جاي بهيستوري اوف بريسيدنج فايرال انفكشن، عشان زي ما قلنا الفايرال كوزز ار ذا موست كومن كوزز. ويجي بقى بالتشست بين، تشست بين از ذا كاردينال سيمتوم، غالبا بتبقى موجوده مع البريكارديتس كله ان جنرال. وهنا مهم جدا، احنا لو نفتكر في محاضره المايكارديال انفكشن كنا بنقول تشست بين، فاي تشست بين بيجي بقى مايكارديال انفكشن لا لازم نفرق، وكل واحد يبقى له كاركترستكس لوحده. احنا قلنا كاركترستكس بتاعت الانفكشن، البين بتاع الانفكشن بيبقى عامل ازاي. هنا بقى البريكارديتس بيبقى سادن انست شبه المايكارديال انفكشن، retrosternal برضو شبه المايكارديال انفاركشن، stitching in nature مش crushing زي في المايكارديال انفاركشن، كان هناك بيبقى heaviness او بيتقل كده على الصدر. اوكي، pleuritic and sharp in nature. يعني ايه pleuritic pain؟ دي مهمة جدا جدا، اللي هو يعني ان هو بيبقى exacerbated by inspiration، كل ما البيشنت ياخد نفس كل ما الوجع بيزيد. ليه؟ احنا عندنا لما البيشنت بياخد نفس بيبقى lungs they expand. اوكي، كل ما they expand they hit the pericardium اللي حواليه، هنا ده البريكارديوم وده اللنجز، فاللنجز هتكسباند وهتضغط تخبط في البريكارديوم فالوجع هيزيد. تمام، بيزيد برضو by coughing عشان ده بيعمل irritation، بيزيد by lying down. ليه؟ عشان لما البيشنت بينام الهارت by the pull of gravity بيتسحب لتحت، فالوجع بيزيد، يعني بيحس بالوجع زياده. بيزيد by movement، ليه؟ عشان كل ما الواحد بيتحرك حركه مثلا فجاه او اكسرسايز او حاجه ده بيعمل تاكيكارديا، فمع كل كونتراكشن بتاع الهارت كل مره بيخبط في البريكارديوم اللي هو اصلا فيه انفلاميشن. والكلام ده كله مش زي الام اي خالص، الحاجات دي ما كانتش زي الام اي تماما. تمام، it improves upon sitting upright and leaning forward. لو البيشنت نايم لقدام هيبقى الهارت leaning على chest wall، فمش هيبقى فيه الوجع اللي بيبقى موجود مع البريكارديت. والكلام ده برضه مش زي الام اي، الام اي ما كانش relieved by sitting upright or leaning forward. بس هنا can often radiate to the neck, arms or left shoulder or trapezius ridge زي الام اي. ودي حاجه اللي هو اول ما البيشنت يجي يقول لي عندي وجع في صدري sudden onset وretrosternal وبيسمع ده كده انا بخاف. بس ابقى اكمل الهيستوري بقى هبدا اطمن شويه. كده كده هعمله اي سي جي، يعني اي تشست بين لازم يتعمل اي سي جي، ما فيهاش كلام. تمام، وهيبقى التشنجز اللي بشوفها مختلفه عن التشنجز اللي بشوفها في الام اي، بس برده الهيستوري مهم، يعني عشان برده هنا في البريكارديتس بيبقى معايا اس تي اليفيشن. تمام، فاحنا قلنا قبل كده عندي اس تي elevation في الام اي، والبين هنا بيبقى sudden onset وretrosternal برضو وradiated وفي ST elevation. طب انا ايش اكد لي، ايه اكد لي ان هو مش ام اي وهو pericardial. تمام، فاحنا مهم جدا الهيستوري اللي بنقفل. ممكن يبقى associated with dyspnea especially لو معاه tamponade او fever، علشان الكاز ممكن يبقى هو infectious. تمام، chest pain may be absent with rare causes زي الحاجات الاوتوايميون، مش شرط يعني يبقى موجود معايا chest pain بالtypical description ده. تمام، بيبقى غالبا اصلا البيشنت diagnosed ان هو عنده اوتوايميون disorder، يعني فده بيبقى حاجه on the side يعني. تمام، it may be associated with pleurisy. pleurisy ده بيبقى inflammation في اللنجز او في البلورال ميمبرين بتاع اللنجز. اوكي، فهنا هيبقى البيشنت جاي ببين all over the chest. اوكي، بس الفرق ان البلوريسي عشان البين في اللنجز هنا on both sides. تمام، البين في البلوريسي will disappear on holding the breath. ليه؟ عشان احنا اللنجز المفروض اول ما بتاخد نفس they expand. ماشي، فلو في inflammation في البلورال ميمبرين فالاكسبانشن ده هيعمل وجع. اوكي، لو وقف نفسه يبقى خلاص مش هيحصل expansion، يبقى خلاص مش هيحصل وجع. مش زي البريكارديتس، البريكارديتس pain does not disappear، بيبقى موجود طول الوقت وبيزيد مع الانسبريشن، عشان ما حدش يفهم غلط. بس ماشي، البلوريسي pain disappears مع لما البيشنت يكتم نفسه، لكن البريكارديتس موجود طول الوقت وبيزيد زياده مع الانسبريشن. تمام،
ممكن يبقى معايا سيمبتومز تانية زي الفاتيج والماليز، اريثميز ار رير، ممكن يبقى في بالبيتيشنز بس رير جدا، وسيمبتومز اوف ذا كاز زي دايريا او كاف في الفيرال انفكشن، او في الـ او يبقى عنده لونج هيستوري اوف انجينال تشست بين، فيبقى كان عنده ام اي قبل كده وبعد كده دخل في بيريكارديتس، تمام. وحاجه زي الروماتويد ارثرايتس او سيستميك لوبس السيمبتومز بتاعتهم، تمام. السلايد دي لو نفتكرها دي من محاضره الكورونري ارتري ديزيزز، الديفرنشال دايجنوسيس اوف اكيوت بيرسيستنت تشست بين لاستنج مور ذان 20 مينت، وقلنا ايه الحاجات الليتال كوزز اللي هم الاكيوت كورونري سيندروم اللي اتكلمنا عليه وقتها، والايورتيك دايسكشن، بالمونيا امبوليزم، الايورتيك انيوريزم، وفي حاجات نون ليتال كاردياك بيبقى فيه برضه بيريكارديتس، بيبقى فيه اس تي تشينجز اي سي جي تشينجز يعني، وفي بقى كوزز ثانيه كتير مش هنكررها تاني. دي مقارنة ما بين البين بتاع البريكارديتس والمايوكارديال انفاركشن، الكاركترستيك بتاع البين هنا بيبقى شارب وبلوريتيك وريتروسترنال، او ممكن يبقى on the left side of the chest شوية، تمام، ناحية الابيك ثانية of the heart. هناك بيبقى في المايوكارديال انفاركشن بيبقى crushing و pressure، حاجة بيقولك described as an elephant on the chest، حاجة ضغط على صدري، تمام. ال pain radiates برضو، هنا بيبقى فيه radiation وهناك برضو بيبقى فيه radiation، بس الفرق ان هو في البريكارديتس بيبقى ال radiation ده يعني يقول ان هو radiating ده مكان specific بيبقى well localized، لكن في المايوكارديال infarction بيبقى radiating diffuse كده، تمام. exertion does not change the pain، مع ان ممكن يعمل tachycardia بس يعني اوكي، هنا ال exertion بيزود ال pain ودي حاجة characteristic جدا، اوكي. البوزيشن بيغير، اوكي، بيغير الديجري بتاع البين بتاع البيريكارديتس، لكن المايوكارديال انفاركشن مش بيتغير. والانست هنا الاثنين بيبقوا سادن، اوكي، ممكن المايوكارديال انفاركشن يبقى كرونيك لو مثلا حد دايابيتك ومش حاسس بالبين جدا، تمام. هنا it could last for hours or days، لكن هناك بيبقى for hours بس مش بيوصل لدايز، اوكي. On examination بسمع البريكارديال فريكشن راب، اللي هو دي بيبقى حاجه باثوجنومونيك للبريكارديتس، ده بيبقى عباره عن ايه؟ صوت حاجه لاذر رابينج اجينست حاجه لاذر، يعني حاجتين جلد رابينج اجينست ايتش اذر، عشان يبقى عندي بريكارديال لاير البرايتل والفيسر الاثنين ما بقوش سموث زي قبل كده، فخلاص بيبقى الفلويد بيعدي فيهم وبيبقوا كويسين، لا ده هنا في انفلاميشن فيهم، تمام؟ فحاجه رف رابينج اجينست حاجه رف مع كل هارت بيت، تمام؟ انا كنت حاطه فيديو هنا عشان نسمعه مع بعض بس هو مش شغال مش عارفه ليه، فكده كده بسيب لكم الباوربوينت فافتحوا واسمعوه specifically يعني، okay. It's best heard over the left lower sternal ridge وبيسمع أحسن during and expiration with the patient sitting up and leaning forward، وده أصلا الوضعية اللي بتريح ال patient إن هو يبقى قاعد و leaning forward علشان يبقى ال pain of pericarditis مش حاسه قوي. ممكن يبقى معايا tachypnea و fever associated معايا، ده من الحاجات ال signs يعني. By investigation هنلاقي حاجات كتير حسب ال cause اللي موجود عندنا. السي بي سي هلاقي ليوكوسايتوزس عشان ده في انفلاميشن حاصل، اوكي. ممكن يبقى لو البيشنت عنده يوريميا يبقى الاقي البلاد يوريا نيتروجين او الكرياتينين العاليين ده في اليوريميا، بلاقي الاي اس ار والسي ار بي اليفيتد في كازز زي الحاجات اللي هي الاوتو اميون. الكارديك انزيمز ممكن تبقى عاليه لو عندي مايوكارديتس اسوسييتد معاه، او ام اي هي اللي هو الايرلي اونست اللي بيتحط في وبحطه برده في الديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت اونست اوف بيرسيستنت تشست بين. وفي حاجات تانية زي بعمل blood cultures أو tuberculin test with a sputum test with acid fast bacilli if the duration of illness exceeds one week. لو عدينا one week of the illness ممكن وقتها بقى أفكر في TB أو عندي risk factor زي حاجة زي overcrowding أو patient ده يعني راح في مكان TB is endemic فيه، تمام. حاجة زي الـ ASO تتر دي بتبقى موجودة مع الـ rheumatic fever، وحاجات اللي هو الـ rheumatoid factor والـ anti-nuclear antibody والـ anti-double-stranded DNA ده بيبقى موجود مع الـ rheumatoid arthritis والـ systemic lupus، ده برضو if the disease is prolonged or severe يبقى وقتها بفكر في حاجات الـ autoimmune. الايمجنج لو عملت للبيشنت chest x-ray، لو انا suspecting ان هو عنده pericardial effusion مع البيريكارديتس هلاقي حاجة اسمها enlarged cardiac silhouette، ده عبارة عن ايه؟ بصوا في الصورة هنا كده، ده السايز بتاع الهارت الطبيعي، اوكي، عندي يعني بيبقى الهارت هنا في النص كده وفي البلج اللي هنا دي بتاعت الابيكس وعندي لانجز اون ايذر سايد، تمام. هنا في الصورة دي عندي الهارت بقى كبير جدا جدا، تمام، ده مش الحجم الطبيعي خالص، ده كده ام سسبكتنج ان في بيريكارديال افيوجن، تمام. عملت البيشنت اي سي جي، اوكي، مفيش بيشنت زي ما اتفقنا بيبقى عنده تشست بين وهمشيه من غير اي سي جي، لازم اعمل اي سي جي، اوكي. بيبقى فيه فور فيزز بيعدي فيها،
البريكارديتس. اول فيز اللي هو بيبقى فيه ديفيوز اس تي اليفيشن، والديفرنشال دايجنوزيس بتاعي هحط الاسكيميك هارت ديزيز اللي هو الام اي، ماشي. بيبقى معايا في بي ار سيجمنت ديبرشن، دي مهمه جدا عشان ده اللي يعتبر كانه بيفرق لي ما بين الام اي والبريكارديتس. مش ده الوحيد يعني، يعني مع البي مع الهيستوري التايب اوف بي، مع البريكارديال فريكشن راب اللي بسمعه، مع الاس تي اليفيشن والبي ار سيجمنت ديبرشن، وفي حاجه حته الكونكيف دي هوريها لكم السلايد اللي جايه عباره عن ايه يعني. اوكي، يعني مش كل الاس تي اليفيشن بيبقى زي بعض، يعني الاس تي اليفيشن بتاع المايوكارديال انفاركشن غير بتاع البريكارديتس. هوضح لكم الكلام ده السلايد اللي جاي. فاول ستيج اللي هو ات لاست فيرست فيو دايز اب تو 2 ويكس بيبقى فيه ديفيوز اس تي اليفيشن. ديفيوز دي مهمه ان احنا نفرق ما بين الام اي والبريكارديتس. الام اي بيبقى حسب اللي احنا كنا لو نفتكر في محاضره الاي سي جي كنا بنقول ان كل ليدز ليها يعني ليدز جو توجذر زي ايه، مثلا دي 2 و3 واي بي اف ده بيبقى انفيرير ليد، تمام. بيبقى ارتري معين لو اتسد هو اللي هيبقى فيه اس تي اليفيشن في الانفيرير ليدز، لكن مش في كل الهارت هيبقى الاس تي اليفيشن ده موجود. مش هنيجي نبص في اللاترال او الانتيرير او البوستيرير ونلاقيه كله اليفيتد، تمام. لكن هنا بيبقى فيه ديفيوز اس تي اليفيشن. مش معقول يعني، مش معقول ان البيشنت يبقى عنده مايوكارديال انفاركشن ويسد كل الارتريز بتاعته، تمام. يعني اتس نوت، يعني مش عايزه اقول نوت بوسيبل، بس نوت كومن خالص خالص. فديفيوز اس تي اليفيشن ده معناه ان هو بيريكارديتس، تمام. ستيج 2 اللي هي فروم دايز تو ويكس الاس تي بيرجع تو ويكس 9. احنا نبص هنا ده الاس تي اليفيشن، وفي البي ار سيجمنت بتبقى ديبرست شويه. اوكي، في عندي ستيج 2 بيبقى اس تي بيبدا يريتيرن للبيز لاين. اوكي، وعندي التي ويف اللي موجوده دي، احنا المفروض التي ويف دي بتبقى عادي، بتبقى يعني في بوزيتيف ديفلكشن شويه. هنا التي ويف بتبدا بتبقى فلات شويتين، ما بيبقاش التي ويف طبيعي، تمام. ستيج 3 اللي هي افتر 2 تو 3 ويكس وبتقعد فور ويكس بيحصل انفرجن اوف التي ويف، تمام. احنا خلاص الاس تي رجع الطبيعي ويحصل انفرجن اوف التي ويف. وستيج 4 which lasts for months بيحصل جراديوال ريزوليوشن اوف التي ويف اللي هي الانفرتد دي تبدا ترجع طبيعي، اند الاي سي جي ريتيرنز تو نورمال. ومعلومه برضو نفتكرها ان الاس تي تشينجز دي مش بتحصل في اليوريميا، ماشي، عشان احنا ما عندناش مشكله في الهارت. اوكي، دي صوره ثانيه برضو حته الوايد سبريد اس تي اليفيشن. في اس تي اليفيشن في ليد 1 وفي ليد 2 وفي ليد اي بي اف وفي 3 وفي 6 و4 و5، فده كده في وايد سبريد اس تي اليفيشن، ده معناه ان هو مش ام اي. اوكي، هنا برضو ده مقارنة ما بين الأكيوت بيريكارديتس والستامي. بيبقى في الأكيوت بيريكارديتس بيبقى عندي مفيش pathologic Q waves الموجودة، are generally not seen as pericarditis generally causes only superficial inflammation، مش زي الستامي. الستامي بيبقى transmural thickness كده. اوكي، والكيو ويفز دي اللي هو بيبقى المفروض ان الكيو ويفز بتبقى عاديه ان هي ما بتنزلش قوي لتحت. اوكي، هنا بيبقى فيه ديبنج، بينزل الكيو ويفز يعني كل ما تبقى الكيو ويف نازله زياده دي اللي هي حته الديبنج دي، ده اتس باثولوجيك، تمام. فاحنا عندنا الاس تي اليفيشن احنا قلنا ان ممكن يحصل مع اكتر من حاجه زي الاكيوت بيريكارديتس والمايوكارديال انفاركشن. في حاجه ثانيه اسمها برنس ميتال انجينا، ده كان نوع بس من ديفرنشال دايجنوستس عشان يبقى الحاجه بس عارفينها. برنس ميتال انجينا ده عباره عن ايه؟ بيحصل ترانس، يعني هو شبه المايوكارديال انفاركشن بس الفرق ما بينه ايه؟ هنا بقى بيبقى فيه ترانسيانت ريدكشن ان ذا نيومينال دايمتر اوف الكورونري ارتري ريزلتنج ان سبونتينيوس اند اوفن ريكيرنت ابيسودز اوف انجينا وذ ترانسيانت اس تي اليفيشن اون الكتروكارديوجرام. كأننا بنتكلم على الام اي، بس الفرق الوحيد هو ترانزيانت، ماشي. بيبقى في الكورونري ارتري نفسها حصل فيها سبازم، تمام، مش حصل فيها اللي هو الاثيروسكليروسيس اللي هو سد الارتري، لا هنا حصل سبازم، يعني الارتري نفسها ضيقت زي فيزو كونستريكشن وبترجع تاني، عشان كده بيبقى ترانزيانت، تمام. ده للعلم بالشيء، بس مش لازم نعرف نفرق ما بينهم بالظبط، بس هو عشان بس الواحد ما يبقاش فاكر ان هو اي اس تي سيجمنت اليفيشن يبقى ده خلاص مايوكارديال انفاركشن، تمام. هو المايوكارديال انفاركشن از ذا موست دينجرس كوز في اول حاجه نحطها في دماغنا، بس مش الحاجه الوحيده اللي نفكر فيها، تمام. حته بقى الكونفكس والكونكيف والفلات هي غلسه شويه، بس في الاكيوت بيريكارديتس هنا في ده الاس تي سيجمنت، هنا الاس تي سيجمنت ده اليفيتد، ده مش عادي يعني. هنا عندي بي ار اهو والخط اللي هو فلات ده، ثانيه واحده كده، الخط ده هو الايزو الكتريك لاين المفروض، والبي ار بتبقى ديبرست، ماشي، والاس تي ده عاليه شويه، تمام، بس هو في حته كونكيف كده، تمام. في المايوكارديال انفاركشن بيبقى في اليفيشن، ماشي، بس الاليفيشن بيبقى عالي جدا لدرجه ان هو بيبقى زي ما احنا شايفين كونفكس كده، تمام. في البرنس ميتال انجينا بيبقى almost flat،
اوكي يعني هو elevated سنة بس almost flat، لكن هنا عندي concavity وهنا convex وهنا flat. تمام، ال acute pericarditis بيبقى ال changes اللي موجودة دي في كل ال leads، ماشي، مهمة جدا all the leads دي. تمام، ال myocardial infarction بيبقى in some leads وال prinzmetal angina برضو in some leads. هنا ما بيبقاش عندي pathological Q waves، ال myocardial infarction لو late onset بيبقى فيه pathological Q waves، ال prinzmetal angina عاملة زي pericarditis ما فيش. ولو عملنا مهم جدا cardiac enzymes، انا نسيت احطها في ال lab investigations ولا لا، قلتها، قلنا ال troponin. تمام، فال cardiac enzymes هنا بتبقى normal، هنا بتبقى elevated، هنا بتبقى normal برضو. تمام، فالبرينزماتال انجينا يدي يبقى كائن، اول ما بنشوفه كده بيبقى البين شبه المايوكارديال انفاركشن والانسب بتاعه وكل حاجه، بس في حاجات تانية بتفرق لي ما بينها، حته ان هو ترانزيان وحته انه ما فيش ريسك فاكتورز، او مش ما فيش ريسك فاكتورز للاثير سكليروسس، عشان معظمنا عندنا اثير سكليروسس كده كده، وبيبقى التشنجز اللي موجوده في حتى في الاس تي اليفيشن مش زي بعض. تمام، تكمله الدايجنوزس الايمجنج، يعني الاكو، ما بنيجي نعمل اكو في حالة acute pericarditis ممكن نلاقي ان البريكارديوم بيبقى thickened و hyperechogenic. هو ال changes اللي موجودة في الاكو دي مش حاجة مهمة نبقى كلنا عارفينها خالص يعني. تمام، الحتة بس نبقى عارفينها ان هو لو في pericardial inflammation وصلت ل pericardial effusion هيبقى عندي صورة شبه كده. تمام، المفروض ان ده عندي ال heart اهو، ال left وال right ventricle، والمفروض ان البريكارديال cavity بتبقى ارفع من كده بكتير، ماشي، يعني بيبقى لير هنا ولير هنا وما بينهم شويه فلويد، مش ما بيبقاش ديستندد وفي فلويد، اي حاجه اسود بتبقى فلويد. تمام، ما بيبقاش ديستندد وفي فلويد للدرجه دي. تمام، حته البريكارديال افيوجن دي اللي احنا بنركز عليها اكتر حاجه. اوكي، serious effusions have an echo free appearance while hemorrhagic and permanent diffusion are usually echo dense and echogenic. بغض النظر عن كلام كتير يعني، هو بس عشان حته السيريوس افيوجن بيبقى الفلويد زي ما قلنا الكومبوزيشن بتاعه بيبقى عباره عن ايه، بيبقى زي الفلويد العادي بس كميته كبيره وممكن البروتين بدا يزيد، لكن البيرينت والهيموراجيك ده فيه بلاد، ده فيه سيلز، ده فيه بكتيريا. تمام، فهيبقى كان الفلويد دنس كده شويه تقيل. تمام، echo is urgently performed if cardiac tamponade is suspected. لو symptoms بتاعتي جاية سيفير جدا، وهو هنقول بقى symptoms بتاعتي cardiac tamponade بتبقى عبارة عن ايه، لو شك في cardiac tamponade لازم يتعمل echo urgently. هو كده كده بيتعمل echo، تمام، مش بنسيب patient كده من غير ECG، لا بيتعمل له ECG وبيتعمل له echo. تمام، بس لو شك في cardiac tamponade بيبقى الموضوع urgent اكتر. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ احنا نعتبر قلناهم، احنا usually the patient recovers within 1 to 3 weeks but some develop complications. زي ايه؟ زي recurrent، احنا قلنا بيبقى فيه recurrent pericarditis، ممكن pericardial effusion اللي هو accumulation of fluid in the pericardial cavity which may limit cardiac filling فيقلل cardiac output، هنتكلم بالتفصيل بعد كده، او cardiac tamponade اللي هو بيبقى فيه life threatening circulatory shock، حاجه اسمها backstriat هنتكلم عنه، او يقلب constrictive pericarditis بالذات في النوع اللي هو البيريلنت او الهيموراجيك او التي بي. تمام، فالcomplications هي بقيه المحاضره بتاعتنا يعتبر. البروجنوزس غالبا it depends on the etiology، الديباثيك او اللي هو بيبقى غالبا and the viral causes are usually self limited. الحاجات البيرينت والتي بي والنيوبلاستيك هم دول اللي غالبا بيبقوا complicated والoutcome بتاعه بيبقى worse شويه. هم دول الcomplications بتوعنا اللي هو بقيه المحاضره بتاعتنا يعني. المانجمنت بتاعي بيبقى غالبا حاجات سيمتوماتيك، عشان most of the cases are viral، احنا قلنا almost 80% من الكيسز are idiopathic والidiopathic غالبا كان viral. تمام، فبيبقوا self limited اصلا. اوكي، بيبقى في عندنا اول حاجه exercise restriction، زي ما قلنا ان التاكيكارديا ممكن بتزود، يعني الاكسرسايز هيعمل تاكيكارديا، فالتاكيكارديا هيزود البين شويه، وهيبقى البيشنت اصلا مش عايز يتحرك قوي يعني. Hospitalization to determine the cause and observe to tamponade. خلاص لو عرفنا الكاز وحاجة بناء يعني حاجة ممكن تتعالج بسهولة، لا خلاص تمام. لكن لو أنا شك إن هو بقى pericardial effusion وداخل في tamponade، لا hospitalize the patient. وأهم حاجة في المانجمنت بتاعي pain management اللي هو النون ستيرويدال أو الايبروبروفين أو أسفل حاجة للpain والأنتي انفلاماتري. تمام، عشان يقلل الوجع بتاع البيشنت، هو حاجة هتبقى سيلف ليميتد هتروح لوحدها، بس أريح البيشنت في نفس الوقت. GI protection must be provided. لو patient بياخد non-steroidal، عشان GI non-steroidal ممكن يعمل لي ulcers. Okay. Culture scene can be used for recurrent attack. Recurrent pericarditis بقى. Culture scene ده it's an anti-inflammatory which inhibits neutrophil migration. مش بستعمله في الأول عشان مش كل ال patients هحتاجه فيهم. تمام؟ فبستعمله في recurrent attacks. تمام؟ steroids are only used in patients with poor general condition or those who don't respond to other medications. أو لو نفتكر في treatment of the causes، الحاجات الأوتو إميون هي اللي بنستعملها steroids. تمام؟
antibiotics for bacterial cause plus or minus drainage حسب ال severity. اوكي وتريتمنت اوف ذا كوز مهمه جدا. احنا نعتبر الحاجات اللي قلناها فوق دي منها حاجات تريتمنت اوف ذا كوز، بس نرجع بقى لكل كوز فيهم ونجمع التريتمنت بتاعتهم. تمام. وتريتمنت اوف ذا كومبليكيشنز لو عندي الحاجه زي بيريكارديال تامبونات بعمل له بيريكارديوسنتيسيس بنسحب جزء من البيريكارديال فلويد ده، هنقول الكلام ده بعد كده، او لو كونستركتيف بيريكارديتس بعمل بيريكاردياكتومي بشيل جزء من البيريكارديوم باي سيرجري وده حاجه لاست ريزورت. تمام. ده تجميع كده البيريكارديتس. لو بيشنت جاي لي كلينيكال فيتشرز اوف اكيوت بيريكارديتس هو الشست بين بالكاركترستيك بتاعت البيريكارديتس والفريكشن راب، وعملت له الانفستيجيشن زي الاي سي جي والشست اكس راي كومبليت بلاد كاونت. الحاجات دي بتتعمل لاي حد ان جنرال يعني، يعني مش مثلا شست اكس، لو بيشنت مثلا شك انه عنده نمونيا بعمل له شست اكس راي. شست اكس راي مش من الحاجات اللي هي روتين يعني. تمام. مع ان يعني برده في الايرا بتاع كوفيد كان الى حد ما بيتعمل سي تي لمعظم الناس اللي بتدخل يعني. تمام. complete blood count و ESR metabolic panel اوكي و echo اوكي. لو عالجته بنون ستيرويدال وخف تمام جميل. persistent or recurrent symptoms بكمل بنون ستيرويدال and colchicine. لو لسه refractory بضطر اديله ستيرويدز اوكي. لو developed complications زي pericardial effusion with or without tamponade بعمل pericardial synthesis. لو زي constrictive pericarditis ممكن اديله حاجه زي diuretics او and consider surgical pericardiectomy. تمام. احنا نعتبر السلايد اللي فاتت عدينا الريكاب اللي احنا بنقوله، بس برضو مراجعة تاني. اللي احنا قلنا الباثولوجيكال تايبس، قلنا عندنا السيريس والفيبرينس والبيريلنت والهيموراجيك والتي بي الجدول الكبير ده. وقلنا الكازز اهم حاجة فيهم الايديوباثيك كازز. الدايجنوزز اهم حاجة ممكن يبقى عندي هيستوري اوف فيرال انس وذا اتس كومن، والتشست بين بالكاركترستكس بتاعته، والبيريكارديال فريكشن راب اللي بسمعه، والاي سي جي تشينجز اللي هم الاربع ستيجز اللي بيعدي فيهم، وتريتمنت اهم حاجه تريتمنت اوف ذا كاست، وتريتمنت الباقي سيمبتوماتيك الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. ده باقي محاضرتنا. ندخل على البريكارديال افيوجن اند كاردياك تامبونات. احنا في البريكارديتس مهدنا الحاجات كتير في البريكارديال افيوجن والتامبونات والكونستركتيف بريكارديتس، فان شاء الله يخلصوا اسرع معانا. اوكي. بريكارديال افيوجن يعني معناه فلويد ماشي. accumulation of fluid in the pericardial cavity ماشي. لو بصينا على السيكونس بيمشي ده، احنا عندنا causes عملت inflammation of pericardium يعني pericarditis، والpericarditis ده من السيبيريتي بتاعته زاد. احنا كنا بنقول عليه dry pericarditis. لو بقى بدا يزيد fluid accumulation of fluid in the pericardial sac كده دخلنا في سكه الافيوجن. تمام. لما الفلويد it accumulates في البريكارديوم build up of fluid كده في البريكارديوم بيزيد البريشر فوليوم. لما بيزيد البريشر بيزيد اوكي increase pressure in the heart ممكن يوصل لي الكاردياك تامبونات. اوكي او البريشر حتى اللي هو في الافيوجن ده في بريشر ضغط على الهارت. شايفين الاروز دي؟ ده بريشر ضغط على الهارت، فالهارت مش قادر يريلاكس فهو كده كاني عامله كومبريشن على الهارت ماشي. لما الهارت مش قادر يريلاكس ان هو يملى، ومش قادر ان هو يعني مش قادر يملى كويس، هيبقى عندي الكارديك اوتبوت اللي بيطلع يعني مع كل بامب بيبقى هيبقى قليل، فده ممكن يدخل البيشنت في هارت فيلير. احنا اتكلمنا عن الهارت فيلير بقى ان احنا بيبقى عندنا سيمبتومز اوف لو كارديك اوتبوت. تمام. وقلنا الفلويد اللي موجود ده، احنا يمكن في حاجه في البريكارديتس قلناها يمكن ما كانش مكانها قوي، اللي هو حته مثلا السيريس اكسيديت والفيبرينس والكلام ده، هو يعتبر دول fluids ماشي، فيعتبر ماشي اكتر في الافيوجن، بس الى حد ما بيبقى في اكسيتيت موجود في البريكارديتس. كل ما زايد وكل ما بقى سيفير اكتر بيقلب افيوجن. تمام. فهو يعتبر الحاجات كلها مفتحه على بعض. فعندنا ممكن سيريس اكسيتيشن ده ممكن يحصل مع الهارت فيلير، ممكن يبقى شخص عنده هارت فيلير وبسبب الهارت فيلير هو ده اللي عمل لي يطلع لي سيريس فلويد في البريكارديوم، فهو ده اللي ضغط على الهارت. تمام. فمش بس ان الكاز هو اللي وصل لي الهارت فيلير، لا هو الهارت فيلير كان هو الكاز في الاول ماشي. او سيريس فلويد موجود في البلورا او البيريتونيال كافيتي، ساعات بيبقى فيه مثلا سيريس اكسيديشن او ترانسيديشن يعني ترانسيديت فلويد موجود في السيريس ممبرينز كلها زي البلورا والبيريتونيال. تمام. الهيموراجيك بيريكارديتس قلنا ان هو بيبقى اكسيديت مع بلاد، وفي حاجه اسمها هيمو بيريكارديوم. هيمو بيريكارديوم غير الهيموراجيك بيريكارديتس. الهيمو بيريكارديوم ده بيبقى completely blood بيبقى موجود في البيريكارديال كافيتي. وده اما نيجي نفكر كده البلد ده جه منين؟ اكيد جه من جوه الهارت. الهارت مليان دم كل ده، فممكن يبقى حصل rupture of myocardial infarction جزء مثلا هنا مثلا في infarction
واترابتشرد فبيطلع بيور بلاد موجود يطلعه على البريكارديال كافيتي او رابتشر اوف ايورتيك دايسكشن. هوريكم الايورتيك دايسكشن ازاي بيعمل الموضوع الهيموبريكارديوم او تروماتيك بيرفوريشن اوف ذا هارت. المهم ان البريكارديوم مملي ببيورلي بلاد. باثوفيزيولوجي احنا يعتبر قلناه بس نقوله تاني, سيريس بيريكارديوم از ان ايبل تو ريموف الكميات الفلويد الكبيره. احنا قلنا سيريس بيريكارديوم ات برودوسز وي ات ابزوربس الفلويد, تمام. المفروض ان هو مينتين ليميت معين لحد مثلا اباوت 50 ml. اوكي, فالسيريس بيريكارديوم از ان ايبل تو ريموف كميات الفلويد الكبيره, سو ذا فلويد بولز اند اكيوميليتس. يحصل ايه؟ يزيد الفلويد, هيزيد البريشر اجينست ذا فور تشامبرز اوف ذا هارت, فذا هارت كانوت اكسباند. والهارت علشان ان اوردر تو فيل المفروض يريلاكس. اوكي, فاحنا الفنتريكل ما بقاش قادر يريلاكس ومش قادر يكسباند مش قادر يملى كويس, فبقى الventricular volume بقى almost fixed. اوكي, فبقى عندنا البريلود بتاعي الكمية البلد اللي داخل للventricular قليل, therefore يعني البريلود قليل هيقلل الكارديك output, تمام. واحنا عندنا الكارديك output لو نفتكر كان عبارة عن الهارت ريت تايمز الستروك فوليوم. اوكي, ليه بيقلل؟ احنا ما قلنا البريلود قل هيقلل الستروك فوليوم اللي هي كمية البلد which is pumped مع كل beat. اوكي, فالستروك فوليوم هيقل فده هيقلل لي الكارديك output, تمام. فده احنا قلنا ان هو بيبقى فيه بريشر على الفور تشامبرز اوف ذا هارت, يعني الرايت سايد واللفت سايد. اوكي, علشان البريكارديوم بيحوط كله على بعض, مش هيحوط بس اللفت سايد بس او الرايت سايد بس. بس البريشر اللي زي ده اللي بيضغط ده هيضغط اكتر على اللفت سايد على الرايت سايد عن اللفت سايد. ليه؟ عشان اللفت سايد احنا الوال بتاعه بيبقى اتخن والبريشر اللي فيه بيبقى اعلى, فهيقدر يريزيست البريشر اللي جاي ضغط عليه من بره, عكس الرايت سايد. الرايت سايد بيبقى اضعف شويه فايتس مور افكتيف, تمام. فهيبقى فيه الرايت سايد الفيلينج بتاعه هيبقى قليل, تمام. فاللي هيروح لللنجز يحصل له اكسجينيشن هيبقى قليل, فهيقلل لي البريلود اللي واصل للهارت. المهم يعني ان انا هيبقى عندي سيمبتومز اوف رايت سايد هارت فيلير وليفت سايد هارت فيلير, واتكلمنا عنها بالتفصيل في محاضره الهارت فيلير بس كنوع من الريفرشمنت. يعني الرايت سايد هارت فيلير السيمبتومز بتاعته كان بيبقى عندي اليفيتد جوجلر فينس بريشر اللي هو النك فينز بتبقى واضحه, تمام, وبتبقى ديستندد يعني, وممكن يبقى بيشنت عنده بيتنج اديما واسايتس. ليفت سايدد هارت فيلير بسبب الديكريست كاردياك اوتبوت هيعمل لي ديسنيا ويقلل لي البلاد بريشر, ممكن يدخلني في شوك, ممكن تبقى كارديوجينيك شوك او اوبستراكتيف شوك, هنتكلم عنها اكتر, ماشي. في حته بس حته اللي هو الفلويد كميه الفلويد, لو في السلايد الجاي هقول لكم على حته الريت, بس انا عندي لو في sudden increase in volume يعني مثلا 200 ml دخلوا كلهم مره واحده, ده هيزود البريشر مره واحده, هيعمل sharp rise in pressure, فكل ما البريشر زاد كل ما هو هيعمل لي الافيوجن ويقلب tamponade. فمهم ان احنا نعرف حاجه ان هو انا مش بكميه الافيوجن اللي عندي, مش بكميه ان هو مثلا عندي المفروض البريكارديال فلويد حوالي 50 ملي, ماشي. لو وصل ل 1500 ملي هي المشكله مش في الكميه قد ما هو مشكله في الريت اوف اكيوميليشن. ليه بقى؟ احنا لو في لارج فوليوم زي 1500 ملي اكيوميليت سلولي ات ماي نوت كوز تامبوناد, عشان ده اتس كرونيك, ده هيبقى فيه مانيفيستيشنز بس متاخر. كل ما الحاجه عندنا في الجسم ان جنرال لو حاجه حصلت مره واحده والجسم متعود على حاجه معينه مش متعود على الحاجه اللي جايه مره واحده مش هيقدر يتصرف معاها. لكن لو حاجه زي مثلا كميه فلويد كبيره جايه اوفر ا لونج بيريد اوف تايم, الهارت هيقدر يتاقلم حبه 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 لحد ما يبقى خلاص ماشي, يعني يبدا يبين مانيفيست سيمبتومز بعد فتره كبيره, تمام. لكن لو حاجه زي سمولر فوليوم زي مثلا 150 ام ال لو دخل كلهم مره واحده 150 ام ال مثلا دخلوا في دقيقه, طبعا هو متعود على 50, ده لا انت بتديني 3 تايمز ذا فوليوم اللي انا متعود عليه, فديرفور 3 تايمز ذا بريشر اللي انا متعود عليه, فده هيدخل البيشنت في تامبوناد, ماشي. والفرق ما بين البريكارديال افيوجن والتامبوناد ان الافيوجن بيبقى عندي فلويد, اوكي ماشي, عمل لي كومبريشن, ماشي في كومبريشن بس مش سيفير ومش سادن اونست, فالهارت مش بيقدر يستحمل فبيدخل في الهارت فيلير, تمام. فالسمولر فوليوم لو اتاكيوميليتس رابيدلي هيزود البريشر ريت عالي جدا, therefore it causes tamponade as the pericardium can't stretch quickly enough to accumulate it, فده بيبقى حاجه اكيوت and life threatening as opposed للكرونيك. الكرونيك بيبقى الدنيا ماشيه بالراحه واحده واحده والدنيا كويسه, اوكي.
يعني دي بس حاجة هنت سريعة قبل ما ندخل في clinical picture كله. بس احنا ما قلنا ان هو حتة ال rate of fluid accumulation اهم من الكمية. لو انا عندي sudden fluid accumulation هيبقى symptoms بتاعتي confusion, agitation, dyspnea, collapse, arrest. يعني زي ما احنا شايفين حاجات كلها يعني حاجات كلها severe يعني. ماشي. لو حاجة slow accumulation هيبقى عندي fatigue, leg edema, dyspnea, ال heart قدر يتأقلم اوكي لدرجه انه خلاص حقيقي الفلويد الزياده ده ماشي حته اللي هو الرايت رايت سايد اوف ذا هارت كونجستد ماشي خلاص نعمل اديما لكن مش هندخل في فيلير مره واحده. تمام. Cardiac tamponade is a clinical syndrome caused by excessive accumulation of fluid in the pericardial space resulting in reduced ventricular filling and subsequent hemodynamic compromise. ماشي هو في fluid دخل كل مره واحده فزود البريشر فقلل ال ventricular filling بزيادة عن ال pericardial effusion ما كان بيعمل فدخل ال patient في shock circulatory shock و presence of effusion does not define cardiac tamponade. مش معنى ان في effusion يبقى لازم يبقى في tamponade. تمام. وهنا بقى الحاجة المهمة اللي بيفرق لي ال effusion عن ال tamponade ال blood pressure. لو ال patient stable ولا لا. لو ال patient ضغطه واطي يعني واطي مرة واحدة يعني هو ال heart مش قادر يكوب علشان يطلع cardiac output كفاية يبقى ده هيقلل ال blood pressure. لكن لو effusion وجاي على فترة كبيرة chronic يبقى هيبقى ال blood pressure بتاعه كويس. يعني احنا لو عايزين نحطها بصفة عامة كده ان هو كأن ال pericardial effusion جزء الكرونيك وكأن ال cardiac tamponade هو الحاجة الأكيوت. Okay, and it's a medical emergency. The risk of death, ممكن يوصل لدdeath, yes, depends on the speed of diagnosis, the treatment provided, and the underlying cause of tamponade. الباثوفيسيولوجي بتاعه نفس الكلام اللي فات ان هو بيبقى فيه fluid وهيزود البريشر. The pressure prevents the heart from expanding and filling to capacity. Less blood leaves the heart, يعني الكارديو stroke volume بتاعي قليل, يعني cardiac output بتاعي قليل. Too little oxygen reaches the tissue. هنا بقى الفرق ان هو ممكن يبقى في البريكارديال افيوجن ماشي الكارديك اب بتاعي قل شويه بس خلاص البادي قادر يتاقلم اوكي لكن هنا قل مره واحده ف the other organs مش وصل لها اكسجين كفايه ممكن بقى هايبوتنشن وهايبوتنشن رابيد فول ان بلاد بريشر. هايبوتنشن ده بيبقى فيه ريسبونس بتاعه نزود الهارت ريت فاستر بريذنج فيلينج اوف بانيك سوولن نيك فينز يوصل بعد كده loss of consciousness a sudden death. وده اللي هو بيدخل ال cardiac temperature بيدخلني في cardiogenic shock. ايه هي cardiogenic shock؟ cardiogenic shock ده انا بيبقى عندي ال blood هي كأنها زي فكرة الشوك انواع الشوكس التانية بس هنا المشكلة من الهارت. الهارت مش قادر يكوب يدي blood supply لل organs كفاية فهيبقى عندي symptoms دي اللي احنا لسه قايلينهم chest pain rapid heart rate shortness of breath neck veins بتبقى swollen dizziness fainting altered mental status و skin is cold sweaty and bluish مش واصل oxygen كفاية لل organs التانية. احنا قلنا ان هو ممكن ال cardiac tamponade يعمل لي cardiogenic shock لكن ممكن in the later stages يقلب ب obstructive shock. ليه ممكن يقلب ب obstructive shock؟ احنا قلنا حتة اللي هو the heart does not stretch fully ف chambers not fill properly ف cardiac output بيقل ويبقى فيه hypotension. تمام؟ ال obstructive shock ده بيبقى فيه حاجة يعني ال cardiogenic زي ما قلنا ان هو بيبقى ال heart مش قادر يكوب مع ال needs بتاعت ال body لكن ال obstructive shock بيبقى فيه كأن فيه حاجة ضغطة على ال heart فال heart مش قادر ان هو يكونتراكت ويفل والحاجات دي. تمام؟ ودي الصورة دي هنشوفها بعدين. دي حاجة اسمها water bottle heart بيبقى الهارت كبير قوي 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 on both sides يعني left side هنا والright side هنا. فحتة obstructive shock ان هو بيبقى فيه physical obstruction to the blood flow. ماشي كأن في حاجة زي مثلا الكازز التانية بتاعت ال cardiac tamponade زي ال pulmonary embolism او التنشن دي موتورك ده في حاجة physical مش حاجة زي مثلا احنا بنقول ال effusion ماشي كمية صغيرة لكن ال cardiac tamponade حاجة ضغطة على ال heart فعلا squeezing the heart. ماشي فال obstruction ده can occur at the level of the great vessels or the heart itself. تمام and these are all life threatening. احنا عمالين بنقول كارديوجينيك شوك وابستراكتيف شوك بغض النظر ان الشوك ده مش موضوعنا بس عشان يبقى الواحد عنده فكره. في انواع شوك تانية. في حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك ده غالبا بيبقى مثلا بيشنت كان في حادثه وحصل هيمريدج بكميه كبيره ففقد كميه كبيره من الدم ان ذا بودي فبيدخل في هايبوتنشن وتاكيكارديا ونفس السيمتومز بتاعت اللو كاردياك اوتبوت بس هنا السبب بتاعها ان هو الفوليوم بتاع البلاد قل. تمام. الكارديوجينيك شوك لو بصينا هنا وهنا هنلاقي السيمبتومز شبه بعض ما عدا بقى حته الكراكلز والحاجات دي. الكراكلز دي بتبقى موجوده مع الهارت فيلير. تمام. وهنا برده الاثنين ديكريس كاردياك اوتبوت وانكريس سيستميك فاسكولار ريزيستنس موجودين في الاثنين لكن هنا المشكله من الهارت من اسمها كارديوجينيك. في نوع شوك اسمه نيوروجينيك شوك ده بيبقى فيه انجري في سباينال كورد
spinal cord بيعدي nerve impulses، فهو اللي بيregulate حاجات كتير في البادي منها الهارت ريت والبلاد بريشر والتمبرتشر. فلو patient حصل فيه spinal cord injury بيبقى جايب hypotension عشان blood pressure is not maintained و bradycardium heart rate is not maintained و warm and dry skin. normally في الhypovolemic shock أو cardiogenic shock ما بيوصلش blood supply كفاية للextremities، فبيبقى الextremities cold و pale or bluish، okay؟ مش warm and dry، ده مش طبيعي. اوكي في حاجه اسمها انفلاكتيك شوك، ده بيبقى بيشنت بياخد حاجه يعني عنده حساسيه منها، حاجه زي مثلا في ناس بتبقى عندها حساسيه من البينتس من الستروبريز، او ممكن يبقى انفلاكسس من البنسلين مثلا. تمام. اخر نوع اللي هو السبتيك شوك، اللي هو بيبقى مشكله بسبب infection، والinfection ده زود السيتوكاينز كتير، فبيبقى the body is an overload. فهنا بيبقى حتة بسبب الinfection والكلام ده بيبقى عندي fever، فبيبقى في pink warm flushed skin، unlike هنا بيبقى cold وهنا cold، هنا warm and dry. بس هنا حتة الflushing دي بتبقى موجودة مع septic shock. أنا مش عايزة أدخل في تفاصيل كتير عشان ما نطولش المحاضرة على الفاضي، بس يعني عشان الواحد يبقى فاهم في أنواع شوك تانية لما تيجوا تاخدوهم بعد كده تبقوا سمعتوا عنهم قبلها. الكوزز بتاعت البلورال افيوجن او الكارديك تامبوناد نفس الكوزز بتاعت البريكارديتس، اني تايب اوف بريكارديتس كان بروجريس انتو بريكارديال افيوجن ويتش كان بروجريس انتو تامبوناد. تمام. هو المفروض ان البريكارديال افيوجن نتكلم عنه لوحده والتامبوناد لوحده، بس انا حسيت ان هو الموضوع بوينتلس ان انا اقول كلام عن البريكارديال افيوجن وبعدين اجي اكرر نفس الكلام اقوله على الكارديك تامبوناد. تمام. هو نفس الحاجه بس كان مور سيفير فورم اوف بريكارديال افيوجن از التامبوناد. اوكي. بس زي يزيد عليها بس شويه كوزز اللي هم حته الهيموبيريكارديوم اللي احنا قلنا عليه، ان احنا بيبقى عندي مثلا في الام اي بيبقى في اريا اوف نيكروزس، ف the white blood cells get into the infarction to eat up the infarcted tissue زي ما قلنا، وبعد كده خلاص اكلنا الحته دي بقت فاضيه، فالفايبروبلاست بتيجي وبيحطوا فايبرس تيشو هنا. اوكي. normally في الاول in the first 3 to 4 days بيبقى الاريا دي لسه soft، لسه الفايبرس تيشو ما بقاش toughened up كويس، فممكن يحصل مع الهاي بريشر وكلامنا ممكن يحصل الاريا دي بيرفوريت والبلاد يعدي ويدخل في البريكارديال كافيتي. تمام. فممكن يبقى رابتشر اوف ام اي، aortic dissection او تراما، حاجه دامج تو ذا هارت، ستاب ووند مثلا الهارت، او رابتشر aortic aneurysm او بوست هارت سيرجري، حاجه ياتروجينيك يعني كومبليكيشن من هارت سيرجري، او بيشنت عنده بليدنج دايستاسيس او ماشي على انتي كوجولانت. تمام. في كوزز ثانيه specific أكتر للpericardial effusion زي malignant cells infiltration، these are the most common cause of cardiac tamponade زي ما قلنا قبل كده، وradiotherapy it can damage the pericardium زي ما قلنا كان ممكن يعمل pericardial effusion، pericarditis يعمل لي pericardial effusion برضه. الaortic dissection بقى عشان انا قبل كده مثلا كنت بقول ايه aortic dissection اللي هو ممكن يعمل لي مشكله في الهارت، مش المشكله في الaorta، الaorta خلاص بره الهارت، ايه علاقه الموضوع ده؟ الaortic dissection باختصار، اختصار عشان في محاضره كامله عنه، عندنا انواع من الaortic dissection، في type A وtype B. type A ده بيحصل في الascending aorta. تمام. type B بيحصل في الdescending aorta. الascending aorta هنا مكمله مع الهارت، يعني لو كملنا هنا هنلاقي هو ده الجزء اللي كونكتد للهارت. تمام. في الدايسكشن بيحصل ايه باختصار برضو؟ ان هو المفروض البلاد بيعدي في اللومن الطبيعي بتاعه، بيحصل انجري في الانتما اللي هو الانر موست لاير بتاع البلاد فيسل، ويعدي بلاد بدل ما يمشي في اليومن بس يخلق اليومن تاني بنسميه فولس اليومن، يخلق اليومن تاني ويعدي هنا ويعدي هنا. تمام. فيقعد هي aortic dissection بالعربي اسمها انسلاخ في البلاد فيسل يعني. تمام. فهو كان ان احنا بيخلق اليومن جديد. اوكي. فلو هو جاي في الاسندنج aortic aneurysm ممكن يحصل رابتشر هنا، هنا الدايسكشن هنا في فلويد في الفولس نيومن اللي هنا، فممكن يحصل رابتشر، وما يرابتشر هيرابتشر باكورد على الهارت اللي هو في البريكارديال كافيتي اللي هنا. تمام. ده باختصار شديد يعني. اوكي. الديسندنج aortic aneurysm ده قصته قصه ثانيه يعني. التايب اوف افيوجن احنا يعتبر قلنا الكلام ده، الترانسيتد بيبقى اللي هو السيروس فلويد، ده بيبقى غالبا كل الكوز اللي اخدناها في البطن قبل كده، سواء اخدين بطنه كامله او اخدتوا حتى نزله سنه خمسه اخدتوا جنرال بطن قبل كده، ففي كوز بتعمل لي بيتنج اليما، الهارت فيلير والليفر سيروسز والنيفراتيك سيندروم والمالنيوتريشن، كل دول بيعملوا لي هايبوبروتينيميا، الثلاثه دول بيعملوا لي هايبوبروتينيميا فهيعمل لي بيتنج اليما، الهارت فيلير بيزود الهيدروستاتيك بريشر فهيعمل لي بيتنج اليما برضه، الاكسيدنت او يعني اللي هو بيبقى في اكسيدنت عندنا في الفيوجن يعني، فيبقى هيموراجيك كوز بيبقى اكسيدد معاه بلاد، في الكوزز بقى اللي قلناها كلها في البريكارديتس والهيموبريكارديوم اللي احنا لسه قايلينهم، رابتشر ام اي ورابتشر ايورتيك دايسكشن اسندنج ايورتيك دايسكشن والتروماتيك بيرفوريشن والمالجننت افيوجن. كلينيكال بيكتشر،
من الهيستوري، الهيستوري اوف ذا كاز اول حاجه، ماشي. اول حاجه هنلاقي لو بصينا كده هنلاقي كل الهيستوري اللي احنا متكلمين عنه في الكازز بتاعه البريكارديال افيوجن، مش لازم نضيع وقت فيها، اقروها واحده واحده مع نفسكم، هتلاقوا ان الكلام كله احنا قايلينه قبل كده. symptoms chest pain، ممكن يبقى البين بتاع البيريكارديتس تاني، عشان ممكن يبقى البيريكارديتس هو اللي قلب بإفيوجن، ماشي. فممكن يبقى presenting symptom of myocarditis أو pericarditis جاي لي بإفيوجن، أوكي. يبقى عنده ديسنيا طبيعي عادي، يعني في مشكلة في الهارت هيعمل لي ديسنيا، أوكي. يبقى signs of systemic congestion، عشان احنا زي ما قلنا ال right ventricle بيبقى more ال right side of the heart بيبقى more affected than the left side عشان ال pressure difference اللي ما بينه، okay. ف signs of systemic congestion زي lower limb edema، زي كاشاكسيا يعني بسبب ان ال intestines مع يعني في congestion عليها فال appetite بتاع ال patient بيبقى affected، jugular venous pressure increases اللي هو neck veins، وممكن يبقى فيه pleural effusion. دي حاجات كلها systemic congestion، اوكي. ممكن بسبب اللو كاردياك اوتبوت يبقى عندي بقى سيمبتومز لايت هيدنس، يعني يبقى البيشنت دايخ كده وايده ساقعه وكولد كلامي سويت، اوكي. وفي بقى حاجه بريشر مانيفيستيشنز، البريشر مانيفيستيشنز دي مهمه وهنقول نقولها مهمه ليه، علشان مش موجوده في الكونستريكتيف بيريكارديتس اللي هنتكلم عنه بعدين. بريشر مانيفيستيشنز دي احنا عندنا البارايتال لاير بتاع اي حاجه سواء بلورا بيريكارديوم، هو ده اللي بيبقى فيه ال يعني بيتحس البين بي، تمام. فاحنا عندنا ايه حوالين الهارت؟ عندنا لانجز زي ما كنا بنقول اللانج لما البلوريتيك تشست بين بيزيد اون انسبيريشن عشان اللانج اتكسباند، تمام. ففي عندنا لانج والتريكيا، فاحنا البريشر مانيفيستيشنز دي بسبب حته اللي هو الانسبيريشن، فالبين امبروفز اون باي سيتنج اند ليننج فورورد، تمام، وبيزيد مع الانسبيريشن، تمام. عندنا اسوفاجس جنب الهارت برضو، فممكن بسبب الديستنشن الكتير ده يضغط على الاسوفاجس يعمل لي ديسفيجيا، تمام. عندنا في حاجه في الاناتومي اسمه ريكيرنت لارينجيال نيرف، ريكيرنت لارينجيال نيرف ده بيسبلاي الفوكال كوردز، تمام. ف وده بيبقى برضو لحد ما قريب من الهارت، فمع الديستنشن الكتير بسبب الافيوجن الكتير او الكاردياك تامبونات بيبقى فيه هورسنس، اوكي. هورسنس اوف فويس بيأثر على الريكيرنت لارينجيال نيرف اللي هيأثر على الفوكال كوردز فهيعمل لي هورسنس اوف فويس. نيجي على الساينز، عندنا تاكيكارديا وتاكيبنيا موجودين مع اي حاجه كاردياك ان جنرال، وعندنا بريس بوزيشن ده مش ناس كتير بتعترف بيه، يعني هو بيبقى البيشنت قاعد ليننج فورورد كانه موطي كده كانه ساجد تو ريليف ذا بريشر، ده بيبقى هو البوستشر اللي مريحه، تمام. عندي حاجه اسمها بالتس بارادوكسس هنتكلم عليها في الكام سلايد اللي جايين بالتفصيل، بس هو باختصار كده نورمالي اون انسبيريشن احنا السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا بينزل بحوالي 10 مللتر اوف مركري، لما ده بيبقى اكزاجيريتد هو ده البالتس بارادوكس اكزاجيريشن اوف ذا فيسيولوجيك ريسبيراتوري فاريشن ان ذا سيستميك بلاد بريشر، هنتكلم عنه في الكام سلايد اللي جايين. وفي البيريكارديال فريكشن راب، لو الكوز بتاع البيريكارديال افيوجن هو البيريكارديتس يبقى هسمع بيريكارديال فريكشن راب، وديجريز بريث ساوند لو البيشنت جاي لي برده عنده بلورال افيوجن، اوكي. سواء بقى السبب كان نيمونيا مثلا هي اللي عملت لي بيريكارديتس وده عمل لي بلورال افيوجن او العكس، اوكي. احنا هنا بنتكلم بس عن الساينز بتاعه البلورال افيوجن، عشان الساينز بتاعه الكاردييك تامبونات بتبقى سبيسيفيك اكتر شويه، عشان الكاردييك تامبونات از ا لايف ثريتنج ايمرجنسي، فبيبقى السيمبتومز او يعني الساينز بتاعته بتبقى مور سيفير يعني، تمام. عندنا بعد كده الساينز اوف لو كاردييك اوتبوت اللي هو الساينز اوف امبندنج كارديوجينيك شوك، وقلناهم قبل كده لو نفتكر، قلناهم في محاضره الاريثميا، قلناهم في محاضره قدام في محاضره اريثميوم، وقلنا في محاضرة الـ heart failure اللي هو signs of hyperperfusion زي disturbed level of consciousness، urine output BL، الـ ABG بيبقى فيه lactate level عالي، heart rate واطي، blood pressure واطي، capillary refill delayed، و increased creatinine، تمام؟ في signs of systemic congestion دول اللي هو بسبب الـ right side of the heart لسه قايلينهم، الـ neck veins بتبقى congested، وعندي حاجة اسمها Cosmos sign هنقولها برضو قدام دلوقتي، و enlarged tender liver ده بيحصل، والاسايتس بريكوكس، في حاجه اسمها اسايتس بريكوكس يعني بيبقى نورمالي المفروض بيحصل لور ليمب، اي كوز بيعمل لي اسايتس ولور ليمب قديمة، اللور ليمب قديمة بتيجي الاول، تمام، جرافيتيشنال بقى وكده، اوكي. في الكاردياك كوزز حاجه هتكون سمعتوا عنها اسمها كاردياك بريكوكس، اكيد سمعتوا عنها وانتوا بتاخدوا وقتنا قبل كده، ده بيحصل الاسايتس الاول بعدين اللور ليمب قديمة، ده الميكانيزم بتاعه باختصار برضو، ان هو احنا بيبقى عندنا ده هنا كده، ده الاي في سي، اوكي، ودي الهيباتيك فينز، اوكي، وده البورتال فين، اوكي.
فاحنا عندنا مشكله في الهارت، فهيعمل لي باك بريشر، هيعمل لي كونجستشن على الفينز اللي هنا ماشي، اللي هو الهيباتيك فينز، فهيحصل. والهارت برضو هنا يعني لما بيكبر حجمه جدا بسبب الافيوجن هيضغط على الهيباتيك فينز، فهيحصل كينكينج اوف ذا هيباتيك فين، فهي يعني باك فلو برضو هيزود البريشر، فهيحصل باك فلو بريشر زياده، فهيعمل الاسايتس الاول قبل ما يعمل اللور لمب ايديما. تمام. البالس بارادوكس ده عباره عن ايه بقى؟ احنا عندنا normally during inspiration the venous return بيزيد through the superior vena cava and the inferior vena cava. تمام. وده بيحصل ان هو بيرجع venous return due to the reduced intrathoracic pressure. تمام. With fluid surrounding the heart زي في pericardial effusion the heart cannot relax. اوكي. وبيبقى فيه build up of pressure. اوكي. بيبقى فيه build up of pressure. احنا لسه كنا بنقول ان الرايت سايد بيبقى affected اكتر من left سايد، عشان حتى الوال بتاع الرايت سايد والليفت سايد مش قد بعض. اوكي. فاحنا عندنا مثلا هنا الرايت سايد اهو، وفي السبتم، وفي الليفت سايد هنا. تمام. فالرايت سايد بيتضغط عليه زياده، لما يتضغط عليه زياده هو مش لاقي مكان يروح فيه، ف the right side pushes on the septum into the left side، فهيتزق كده، فهيبقى السبتم عمل كده. اوكي. فكده احنا صغرنا السايز بتاع اللاب فنتريكل، بدل ما كان كده بقى حجمه صغر. اوكي. ولما حجمه يصغر هيقلل الكاردياك اوتبوت، لما الكاردياك اوتبوت هيقل السيستوليك بلاد بريشر هيقل باي مور ذان 10 مليمترز اوف مركري. نورمالي الكلام ده بيحصل مع الانسبريشن عادي ماشي، حته ان هو الرايت سايد بيبلجش سنه ويضغط على السبتم ويضغط على اللفت سايد سنه. تمام. بس بيبقى اللفت فنتريكل عنده براح ان هو يقدر يكسباند، يعني الرايت سايد ضغط عليه من هنا خلاص، انت ضغطت عليه من هنا هاكسباند كده شويه، لكن هنا انا عندي حاجه بلورال افيوجن بيضغط عليه من بره فهو مش قادر يكسباند، فعشان كده بيبان حته بقى ان السيستوليك بلاد بريشر بيقل باي مور ذان 10 مليمترز اوف مركري. تمام. في حاجه هي اسمها بالسس بارادوكسس. تمام. بس في يعني بارادوكسس ده بيبقى بارادوكسيكال يعني عكس العادي ماشي، هو تسميتها يعتبر مش صح، تسميتها المفروض بالسس اكزاجيريتس، يعني ده بيبقى اكزاجيريشن اوف ذا نورمال فينومينا، عشان حته اللي هو البلجنج والكلام ده بيحصل، ده بيحصل طبيعي، ده مش حاجه بسبب البريكارديال افيوجن بتحصل مخصوص، لا دي حاجه بتحصل طبيعي. تمام. فهو بسبب ان هو مش قادر يكسباند زياده، ال left side of the heart مش قادر يكسباند لبره زياده بسبب الافيوجن، فهو بان ال حته السيستوليك بلاد بريشر ان هو يقل باي مور ذان 10، فهو نورمالي بيقل باي less than 10 فهو بقى بيقل باي مور ذان 10، فعشان كده التسميه الصحيحه بتاعتها يعني pulses exaggerated، بس طبعا في حاجات اتسمت من قبل كده مش هنغير احنا بتسميتها دلوقتي. تمام. دي صوره ثانيه برضو نوضح نفس الكلام اللي احنا قلناه، on inspiration lungs expand والفينس ريتيرن بيزيد عشان الانتراثوراسيك بريشر بيبقى نيجاتيف، فذا رايت فنتريكل بيزيد عليه الفينس ريتيرن، فالرايت فنتريكل انرجز، ات بوشز اون ذا سبتم في اللفت فنتريكل، وفي نفس الوقت ذا لونج اكسبانس فذا بالمونري فاسكليتشر اكسبانس، فذير از انكريست بول اوف بالمونري فاسكليتشر، فده هيقلل الفيلنج بتاع اللفت فنتريكل. تمام. هيقلل الستروك فوليوم، هيقلل الامبليتيود بتاع البلس، فده هي دي حته البارادوكس اللي بيقولوا عليها. تمام. في كونديشنز ثانيه اسوشيتد مع بارتس بارادوكسس، ده مش حاجه كاركترستيك للبيورال افيوجن، حاجه زي الابستراكتيف لانج ديزيز والكاردياك تامبونات طبعا والكونستريكتيف بيريكارديتس والفينا كيفا ثرومبس والبلمونري امبوليزم. دي صوره ثانيه برضو حته الويفز مبيناها مع حته الانتراثوراسيك بريشر، انتراثوراسيك بريشر بيزيد بيقل سوري مع بيزيد مع الانسبريشن بيقل مع الاكسبريشن. تمام. ودي برضو صوره ثانيه للكازز الثانيه which lead to pulses productus، يعني ده مش حاجه سبيسيفيك للبلورال افيوجن، بس اما بنلاقيها مع بقيه السيمبتومز خلاص يبقى ده اللي بيشككنا في البلورال في البريكارديال افيوجن، وبعد كده نيجي نعمل ايكو هنشوف الافيوجن قدامنا على طول. في ساين تانية اسمها الايورت ساين، ده بيبقى موجود مع اللارج بيريكارديال افيوجن. اوكي. ده بيبقى المفروض طبيعي عندنا لما بنيجي نعمل بيركشن بنيث ذا انجل اوف ذا سكابيولا يبقى ريزونانت. اوكي. هنا بيبقى دال ليه؟ عشان انا البيريكارديال افيوجن اللي عندي ده ضغط على اللفت لانج، فلما اجي اعمل بيركشن هيبقى الاريا دي دال ماشي، وان اون اسكلتيشن هسمع البرونكيال بريث ساوندز، كنت حاطه برده فيديو هنا بس مش عارفه اشغله، فبرده ممكن تشغله من الباوربوينت، او حد ممكن حد عايز يسمعه دلوقتي تحط السماعه دلوقتي وحط السماعه على البرونكس وخد نفس واسمع. اوكي. ده الطبيعي ان البرونكيال بريث ساوندز دي تسمع على التريكيا وبس، انا قلت حطها على البرونكس، انا قصدي حطها على التريكيا. تمام.
المفروض ان ده المكان الوحيد الطبيعي اللي بيبقى موجود فيها. تمام. في حاجه اخيره اللي هي الهيباتوجوجولار ريفلكس، ده بنيجي على الليفر نعمل كومبريشن لمده 30 سكند، اوكي، ابلاي بريشر على الليفر وبص على النك فينز. لو النك فينز ار ديستندد باي مور ذان 4 سنتيمتر اوف ووتر، طبعا النك فينز بتتاخد في الهيستوري وقصتها كبيره وكلنا ما بنحبهاش، اوكي يعني، بس بيبقى فيه حته ان هو الاسترنال نوتش من هناك لحد فوق كان بيبقى فيه حته بنبص لو في اي اليفيشن بنقيسها بالمسطره، اوكي. فلو في اليفيشن اكتر من 3 سنتيمتر اوف ووتر يبقى ده معناها ان الهيباتوجوجل الريفلكس بتاعي بوزيتيف. نيجي على الحاجات، انا الكلام اللي فات ده كنت احنا في الاول اتكلمنا على الباثوفيزيولوجي بتاع البريكارديال افيوجن على الكارديك تامبونات على بعض، وبعدين السيمبتومز والساينز اللي كنا بنتكلم عليها سبيسيفيك للبريكارديال افيوجن. الكارديك تامبونات نفس الفكره، بس عشان هو لايف ثريتنج مش هنلحق بقى نشوف السيمبتومز والساينز والحاجات اللي شفناها قبل كده، اوكي. هيبقى في حاجات كاركترستيك اكتر. زي ايه؟ في حاجة اسمها عندنا اسمها باكس ترياد، اوكي. الباكس ترياد ده بيحصل مع الاكيوت كاردياك تامبونات، بيبقى عبارة عن ثلاث حاجات: هايبوتنشن ومفلد هارت ساوندز وجاجلر فينس ديستنشن، يعني نيك فينز واضحة، اوكي. ليه هايبوتنشن؟ علشان احنا كنا بنقول الهايبوتنشن علشان الكارديك اوتبوت بيقل، وقلنا ان البلاد بريشر هو اللي بيفرق لي الافيوجن عن التامبونات. ليه مفلد هارت ساوند؟ علشان انا من كتر الافيوجن الفظيع كتير ده احط السماعه انا مش قادر اسمع الهارت ساوند طبيعيه، ماشي، عشان الفلويد ده اتس ماسكينج الساوند، ماشي. وجاجلر فينس ديستنشن عشان الكونجكشن اللي حصل، اوكي. دي صورة هنا مبينة حتة الـ distended neck veins والـ muffled heart sounds والـ hypotension، اوكي. وده بيبقى بسبب accumulation of fluid in the pericardial sac which impairs the diastolic filling and reduces the cardiac output. نفس الكلام اللي قلناه. وبيبقى معايا pulsus paradoxus اللي بيبقى نفس اللي كنا سامعينه في الـ او نفس اللي كنا بنقوله في الـ pericardial effusion. وفي حاجة اللي اسمها الـ Cosmos sign. Cosmos sign دي من الحاجات الـ characteristic للـ constrictive pericarditis، هنقولها هناك عشان دي characteristic هناك. ممكن تبقى معايا في الـ cardiac tamponade، ممكن، اوكي. و decreased breath sounds برضه secondary to pleural effusion و signs of low cardiac output، عشان ده كده احنا بقى دخلت في cardiogenic shock، مش impending cardiogenic shock، لا ده الـ cardiogenic shock، تمام. و signs of visceral congestion، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. دي صورة برضو للباكس تريد اللي هو low blood pressure distension of the jugular veins والmuffled heart sound. This is associated with acute cardiac tamponade which is a medical emergency. تمام؟ بس معلومة مهمة، not everyone with cardiac tamponade will show all three signs of باكس تريد. مش شرط ان انا مش لاقي التلاتة يبقى تريد مش كامل يبقى ده مش cardiac tamponade، لا، ماشي. الهايبوتنشن كفاية اصلا ان هو يبقى alarming بالنسبة لي، ان هو البيشنت ده دخل يعني impending cardiogenic shock، تمام. Other signs may appear in the cardiac tamponade like tachycardia and shortness of breath. في حاجة كده اسمها برضو abolished wide descent موجودة مع ال cardiac tamponade، تمام. احنا في ال ده ال jugular venous waveform، ده بيبقى ال A wave اللي احنا عارفينه في النك فينز، بيبقى ده بسبب ال right atrial contraction، ماشي. Some blood is pushed back into the internal jugular vein، فده اللي بيعمل لي ال A wave. ال X descent هو ده بيبقى بسبب relaxation of the right atrium causing drop in pressure. هو هنا ال waveform ده بيبقى على right side of the heart، بس هو نفس الحاجة بتحصل على left side، ماشي. بس احنا عشان ال right side هو اللي بيبقى reflected في النك فين دايما بنتكلم على ال right side. ال C wave بيبقى the tricuspid valve closes and the right ventricle contracts. وال X dash descent ده the end of the ventricular contraction. وال V wave the filling of the right atrium against a closed tricuspid valve. والwide descent هو ده الحته اللي احنا عايزينها، بيبقى tricuspid valve opens and the blood from the right atrium begins to fill the ventricles، تمام. هنا في cardiac tamponade بيبقى بسبب ال increased pericardial pressure، بيبقى ال filling بتاع ال ventricles مش يعني prevented يعني، فبيبقى عندنا الwide descent بدل ما تبقى normally اهو زي كده نازله او descent تبقى كانها almost flattened، تمام. الانفستيجيشنز حاجات هنلاقيها كلها شبه البريكارديتس. السي بي سي هنلاقي اللوكوسايتوسيس فور ايفيدنس اوف انفكشن، او ممكن يبقى ليمفوسايتوبينيا بسبب اف ذا اندرلاين كوز از اتش اي في اور كانسر، بيبقى الاميونيتي افكتد. الرينال كيمستري هنشوف الرينال فانكشنز والالكترولايت اوف نورماليتيز والتروبونين، تمام. مهم برضه اي حاجه اي حد بيجي بين لازم نشوف التروبونينز بتاعه.
التي بي، عشان تي بي من الكوزات المهمة. بيبقى عملنا له الكالتشر بتاعه بيطلع لي اسيد فاست باسيلاي، والروماتولوجيكال كوزز الروماتويد فاكتور والاميون كومبلكسز والاي ان اي والكومبلمنت والكلام ده، ده حاجات الاوتو اميون سكرين. في حاجة بقى اللي هو البريكارديال فلويد اناليسيس، دي ما كانتش موجودة في البريكارديتس. هنا عندنا فلويد ممكن نعمله اناليسيس، نسحب جزء من الفلويد ونعمله اناليسيس. بنبص على ايه؟ بنبص على الريد بلاد سيلز والتوتال بروتين ليفلز والال دي اتش. ممكن ناخد لو يعني نعمل فايرال كلتشر، ممكن نعمل كلتشر للتي بي او نعمل بي سي ار فور تي بي او سمير، او نشوف الادينوزين دي امينيز اكتيفيتي اللي قلنا عليه قبل كده اللي هو بيبقى اليفيتد، ونعمل كلتشر في الاوردينري واللاونستاين جنسن ميديا especially في الاتش اي في بيشنتس، عشان تي بي بيحصل اكتر مع الناس اللي عندهم اتش اي في. تمام، في كرايتيريا كده اسمها لايت كرايتيريا، دي بتبقى موجوده في البلورال فلويد. تمام، دي بتفرق لي ما بين الترانسيتيف والاكزيتيف افيوجن، هي نفس الكرايتيريا بنستعملها في البريكارديوم البريكارديال افيوجن، يعني عشان هي نفس الفكره. يعني احنا بنقارن التوتال بروتين البروتين ليفل في السيروم وفي البلور في الـ في البريكارديال فلويد والبلورال او البريكارديال ال دي اتش والسيروم ال دي اتش. تمام، نقارنهم ببعض بيتعمل ريشيو ما بينهم. اوكي، فلو التوتال بروتين تو فلويد سيروم ريشيو از مور ذان 0.5 يبقى ده اكسيدنت. تمام، لو ال ال دي اتش فلويد تو سيروم ريشيو از مور ذان 0.6 يبقى ده اكسيدنت. تمام، اقل يبقى ترانسيتيف. اوكي، وفي حاجه برضو مش بس نقارن نعمل ريشيو ما بين السيروم والبريكارديال افيوجن ال دي اتش، لا بنشوف ال دي اتش فلويد ليفل اكسيدز 2/3 اوف ذا ابر ليميت اوف ذا نورمال سيروم ليفل. يعني الابر ليميت العادي اللي احنا ال دي اتش المفروض مثلا يوصل لليفل معين، لو اللي في السيروم لو اللي في البريكارديال كافيتي معدي 2/3 اوف ذا ابر ليميت يبقى ده كده اكسيدنت، عكس كده ده بيبقى ترانسيت. تمام، واحنا عرفنا ايه اسباب الاكسيدنت والترانسيت. الترانسيت حاجات اللي هي بتعمل لي هايبربروتينيميا او يزود الهيدروستاتيك بريشر، والاكسيدنت اي كوز ثاني. تمام، البريكارديال فلويد اناليسيس لما بيفرق لي حته الاكسيدنت والترانسيت، لو انا مش عارف اوصل للكوز بيبقى حتى بيحصر لي هل ده ترانسيت وادور على الكوز بتاعت الترانسيت ولا اكسيدنت وادور على الكوز بتاعته. تمام، ندخل في الراديولوجي. عندنا اول حاجه تشست اكس راي، لو عملنا تشست اكس راي هنلاقي انلارجد كارديك سيلوات اللي هو بنسميه الواتر بوتل هارت. احنا شفنا شكله قبل كده، دي صوره ثانيه له، حته اللي هو الهارت المفروض بيبقى السايز بتاعه مثلا كده. تمام، فده بيبقى انلارجد جدا. اوكي، وان ثيرد اوف ذا بيشنتس هاف كوزيستنج بلورال افيوجن. وفي دي صوره ثانيه برده لو اتعمل سي تي البيشنت، ده بيبقى المفروض الجراي ده كله فلويد، وده غالبا اكسيدنت عشان لونه جراي مش لونه اسود. الفلويد غالبا بيبقى لونه غامق اغمق من كده. تمام، والاريا دي كبيره جدا، يعني كل ده فلويد. ماشي، في بقى بعد كده الاي سي جي. لو لما نيجي نعمل اي سي جي بيشنت عنده بريكارديال افيوجن هنلاقي لو كيو ار اس فولتج. ده بقى ليه بقى؟ علشان احنا عندنا الهارت موجود وعندنا الالكترودز بره، عندنا في البريكارديال افيوجن في عازل حاجه هنا كده، يعني مش موصله الامبلس الطبيعي اللي موجود في الهارت للالكترودز اللي بره. تمام، فلما يجي الالكترود اللي بره هيقرا اللي هو واصل له اللي هو كميه قليله اللي هو هيوسم لي لو كيو ار اس فولتج. وفي حاجه ثانيه اسمها الكتريكال الترنانس، ده عباره عن ايه؟ في بيت تو بيت سايكليك شيفت ان ذا كيو ار اس كومبلكسز which have different amplitude. ليه بقى؟ احنا عندنا زي ما قلنا ان احنا الهارت از يعني هيبقى الكيو ار اس كومبلكسز بيت سترونج وبيت ضعيفه. ماشي، يعني بيت ال QRS بتاعها هيبقى طبيعي وبيت ضعيف، وبيت عالي وبيت ضعيف. ليه؟ because the heart is beating in a pool of fluid. احنا عندنا fluid كتير جدا هنا كده، ف the heart is beating في حاجة عمال كأنه بيعوم في fluid, it's swinging and swimming. فشوية يجي closer to the electrode يوصل QRS عالي، وبعد كده يبعد عن الالكترود بعدين يوصل، بعدين closer and away and so on. okay، دي صورتها، دي شكلها. عندنا هنا هو واحدة واطية شوية وبعدين واحدة عالية، بعدين واحدة واطية تاني، بعد كده نفس الكلام عالي واطي عالي واطي and so on. هنفضل كده. تمام، لما الاقي الالكتريكال الترنانس ده يعني معناه ان في كمية فلويد كبيرة، ف I have to consider cardiac tamponade. الكارديك تامبونات احنا وصلنا جدا ان هو الباك سترايد ده مهم جدا، هاي بوتنشال، والجوجلر فينوس ديستنشن بيبقى موجود، ومابل هارت ساوند، والاي سي جي تشينجز اللي هو بلاقي لو كيو ار اس والالكتريكال الترنانس، ممكن الاقي ساينس تاكي كارديو وبي سيجمنت ديبرشن مش مهمه دي قوي.
موداليتي اوف تشويس في الدايجنوزز از ايكوكارديوجرام، وده طبيعي يعني. الايكوكارديوجرام هشوف بيه كميه الفلويد اللي موجوده، وهشوف هو الهارت از بيتنج، يعني هلاقي ذا هارت از سوينجينج انسايد ذا بيريكارديال ساك اراوند في جوه البيريكارديوم. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من البيريكارديال افيوجن، البيريكارديال افيوجن ممكن يقلب الكاردياك تامبونات فيعمل هيمو دايناميك كومبرومايز اند ديث، والكاردياك تامبونات ممكن يقلب بالمونري اديما شوك اند ديث. عالج الكلام ده ازاي؟ البريكارديال افيوجن لو كميته مش كبيره يبقى عالج الكوز بتاعه، تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز، تمام. لكن المشكله في الكارديك تامبونات اتوماتيك الامرجنسي، والبيشنت بيتحكى في اي سي يو ياخد اكسجين وياخد حاجه تو اكسباند ذا فوليوم، عشان احنا عندنا بيبقى فيه مانيفيستيشنز اوف لو كاردياك اوتبوت، فاحنا عايزين نزود الفوليوم بتاع البلاد، فهندي بلاد بلازما دكستران اور ايزوتونيك صوديوم كلورايد، اي حاجه عشان ازود مينتين الانترافاسكولار فوليوم، تمام. بيد ريست وذ لاج اليفيشن ذس مي هيلب انكريز ذا فينوس ريتيرن، احنا كده كده البريلود بتاعنا واطي بسبب الكومبريشن اللي حوالين الهارت، فانا عايزه احل الموضوع ده، تمام. حاجه اعمل ايه؟ حاجه اسمها pericardiosynthesis، تمام. emergency subxiphoid percutaneous drainage، هدخل بنيدل ماشي تحت الزيفويد بروسس كده وادخل على الهارت واسحب كميه فلويد منه، ماشي. it's a life saving bedside procedure، وممكن حتى لو سحبت كميه فلويد بسيطه جدا it may stabilize the يرجع blood pressure طبيعي تاني، ماشي. يعني هو من كتر الضغط اللي على الهارت ده خلاص اسحب حبه خلاص هيبدا يرجع طبيعي، تمام. بس it may not be effective in traumatic cases، عشان مثلا لو اللي هو الحاجات اللي فيها هيموبيريكارديوم اللي هو اللي موجود في البريكارديال كافيتي ده بلاد، حاجه هسحب بنيدل ممكن ما يطلعش، عشان مثلا لو قاعد بقاله فتره كبيره بعمل بلاد كلوت، تمام. في حاجه تانية ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها بريكارديال ويندو او بريكاردياكتومي، ان انا افتح كده اعمل ويندو كده على اساس ان الفلويد الموجود يعني ده الهارت هنا كده وده البريكارديوم، فانا فتحت ويندو على اساس ان الهارت يقدر زي يتنفس كده شويه، تمام. او ممكن اشيل جزء من البريكارديوم علشان يريح الهارت شويه، اوكي. البريكارديوسينثيسيس ده بعمله at the angle at an angle between the subxiphoid process and the left costal margin، وبيتعمل في ناس بيعملوه blind وفي ناس بيعملوه guided with echo، يعني في ناس بيعملوه خلاص بندخل تحت الزيفويد process بندخل بانجل معين وندخل ونسحب فلود وخلاص. طبعا ده ست ريسكي، واحسن ان هو يتعمل باكو علشان ابقى شايفه بعيني النيدل وهي داخله، ودي صوره، وطبعا الاكو بيبقى دايناميك يعني لازم يبقى الهارت از بيتنج، ماشي. فاحنا هنا ده الهارت وده البريكارديال فلود الموجود الاسود ده، ودي النيدل اللي داخله، يعني فانا ببقى شايف النيدل داخله ومتاكده ان هي دخلت في البريكارديال كافيتي واسحب بقى فلويد، ماشي. مشكله البلايند ايه؟ ان انا ممكن ادخل بلايند، ده هنا الترا ساوند وده داخل بالنيدل، ممكن ادخل بلايند وما بقاش شايف النيدل، فادخل وانا مش متاكده انا فين، فكمان ممكن ابانكتشر الوال بتاع الفنتريكل وادخل واقعد اسحب، وبالذات بقى لو المشكله ده عندي هيموبيريكارديوم، يا سلام. لو هيموبيريكارديوم بيبقى اتس بيورلي بلاد، فانا دخلت جوه اللفت فنتريكل وعمال اسحب وانا فاكره ان ده من بسحب من البيريكارديال كافيتي، وانا كده بسحب من اللفت فنتريكل، تمام. بعمله امتى؟ بعمله في الكاردياك تامبونات او سسبكتد بيريكارديال او تيبركيلوس بيريكارديال افيوجن، عشان عايز اعمل البيريكارديال فلويد اناليسيس، او في اللارج افيوجن عشان ريليف البريشر على الهارت، واعمل بقى البيريكارديال فلويد اناليسيس اند دايركتلي انفستيجيت ذا تيبركيلوس باسيلاي اند بيرفورم سيتولوجي ستادي، اوكي. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ كاردياك بانكتشر، لسه بقول لكم على موضوع النيدل ده ممكن يدخل جوه الوال، coronary vessel injury علشان ال coronary vessels بتبقى على surface of the heart من بره، ممكن من النيدل اللي داخلة دي تعمل injury في حتة فتعمل لي focus بعد كده يعمل لي arrhythmias، ممكن ادخل في lung فادخل air فيه او يعني ادخل air في pleural cavity تعمل لي pneumothorax، ممكن لو دخلت غلط خالص بقى يعمل liver or peritoneal puncture او diaphragmatic rupture. هي الفكرة ان pericardial synthesis ده it's dangerous بس مهم، بيبقى مهم لل patient to relieve the pressure on the heart علشان البيشنت يرجع هيمودايناميكلي ستيبل تاني. خلصنا البريكارديال افيوجن والكارديال تامبونات، ناخد ريكاب سريع كده. احنا قلنا البريكارديال افيوجن ده بيبقى فيه امبيرد فيلينج اون ذا ليفت اون ذا هارت تشامبرز بسبب البريشر العالي، فبيأثر على الكاردياك اوتبوت وبيعمل باك بريشر على اللنجز، بس ما بيبقاش as سيفير as كارديال تامبونات، تمام. وقلنا اهم حاجه ان الريت اوف اكيوميليشن اوف ذا فلويد از مور امبورتنت ذان ذا اماونت، مهمة جدا دي، ماشي. والكارديك تامبونات قلنا احنا بنخاف من حاجتين، الكارديوجينيك شوك والابستراكتيف شوك، ماشي. وعندنا البلاك ستراياد اللي هو الجوجنر فيس ديستنشن والمفلد هارت ساوندز واللو بلاد بريشر، بس مش لازم الاقيهم هم الثلاثه تيبيكال، تمام. والباتس بارادوكسس اللي هو المفروض اسمه اكزاجيريتس اتكلمنا عنه، والايورد ساين والالكتريكال الترنتس، تمام. والتريتمنت قلنا لسه قايلين البريكارديو سينثيسيس.
نوصل لاخر حاجه الكونستركتيف بيريكارديتس. ان شاء الله ده ما يطولش معانا عشان احنا مهدناه كتير قبل كده. الكونستركتيف بيريكارديتس بيبقى غالبا سيكولي من بيريكارديتس طبيعي ماشي، او سيكولي من بيريكارديال افيوجن وجع على الافيوجن اللي موجود ده في فايبروسيس بقى فايبروس تيشو فخلى البيريكارديوم يبقى ستيفن ماشي. فده يعتبر اتس كرونيك بيريكارديتس. الاميون سيلز كان انيشيت فايبروسيس والفايبروسيس ده فايبروس تيشو ده اتس ان الاستيك لاير مش هيكسباند مع الهارت رايح جاي مع كل كونتراكشن تمام. فبيبقى عندي thickened and stiffened pericardium ماشي، وممكن يبقى عندي calcification on the pericardium وده زي ما قلنا في اول محاضره خالص the end stage response to inflammation. لو نبص هنا في الصوره دي ده اكس راي ماشي، الاكس راي احنا عارفين انه بيوري كالسيوم اوكي، فالpericardial cavity هنا اهو اوكي. المفروض ان ما يبقاش خط ابيض مصبط كده زي ما احنا شايفين، المفروض ما يبقاش ان احنا شايفين الابيض ده، الابيض ده الابيض الكتير ده اللي هو الخط ده كده ده معناه ان في كالسيفيكيشن تمام. فكره البيريكارديال تامبوناد سوري الكونسيبت بيريكارديتس نفس فكره التامبوناد ماشي، يعني نفس فكره كهيمودايناميكلي او كهيمودايناميكلي بيأثر بنفس الحاجه، بس الباثوفيزيولوجي بتاعه هو اللي متغير اوكي. بيبقى عندي بسبب ان الهارت البيريكارديوم ستيف وثيكند فالهارت مش قادر يريلاكس. في البيريكارديال الكاردييك تامبونات كان بيبقى بسبب كميه الفلويد الكبيره ضغط على الهارت فهو مش قادر يريلاكس ماشي. بس ايا كان في الاخر الاثنين كانت ريلاكس فالهارت از نوت فيل بروبرلي، فبيبقى الريدوس كاردييك فيلينج ذا بلاد از باكت اب يعني يعمل باك بريشر في الفينز وفي اللنجز، فممكن يعمل لي فينوس لنج كونجستشن وبيريفيرال فينوس كونجستشن، فده يعمل لي سيمبتوم بقى اللي هو زي اللور ليمبديما وكونجستشن اوف ذا ابدومينال اورجنز، نفس الكلام اللي قلناه في البيريكارديال تامبونات ماشي. elevated pulmonary pressure يعمل لي dyspnea okay. The causes بتاعته all forms of pericarditis may eventually lead to pericardial constriction except زي ما قلنا rheumatic fever عشان pericardial effusion اللي بيحصل مع rheumatic fever بيبقى self limited and it does not persist long enough for fibrosis to occur. بس من الحاجات المهمة اللي نفتكرها في الكونستركتيف بيريكارديتس اللي ممكن يبقى ايتيباتيك عادي مفيش مشكلة، ممكن post cardiothoracic surgery post CABG coronary artery bypass graft او الirradiation والتي بي تمام، وحاجات اللي بتعمل الهيموراجيك بيريكارديال افيوجن تمام. التي بي مهم جدا 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 هنا في الكونستركتيف بيريكارديتس. الايفكتس الهيمودايناميك ايفكت بتاعت الكونستركتيف بيريكارديتس شبه جدا جدا للكاردييك تامبونان ولنفس السبب اوكي. هي عندنا حته اللي هو الفيلينج ما بيبقاش كفايه فبيعمل كونجستشن فهيعمل لي سيمبتومز على الديزني اون اكزرشن ايديما، دي الحاجات اللي هو بسبب الكونجستشن تشست ديسكمفورت وفاتيج وابدومينال سيمبتومز. ممكن يعمل لي ساينز برده زي الجوكلر فينس ديستنشن او الستيب ديب جوكلر وايد سنت هنقول الكلام ده وكوزمال ساين والبيريكارديال نوك هنقول الحاجات دي والباتيماجلي والاسايتس. في الكونستركتيف بيريكارديتس اد اوبوز للحاجات الثانيه هنا the symptoms may develop slowly or over years عشان ده زي ما قلنا بيبقى كانه زي كرونيك بيريكارديتس تمام، وبياخد وقت مع ما يحصل فايبروس ده اللي بيحصل ماشي. فممكن يبقى بيحصل حصل الكلام ده بس لسه البيشنت ما حسش ما فيش سيمبتومز يعني ماشي. ديسني از ذا موست كومن بريزنتنج سيمبتوم وبيبقى عندي باي هيستوري يعني ممكن البيشنت يجي كومبلين اوف فاتيج اورثابنيا لور ليمب ايديما ابدومينال سويلنج وديسكمفورت nausea and vomiting and right upper quadrant pain. They usually due to hepatic or bowel congestion. في حاجة اسمها cryptogenic cirrhosis. Cryptogenic يعني معناها of unknown causes. يبقى patient جايب cirrhosis وما عندوش أي risk factors تاني. ماشي؟ يعني هو مثلا في liver disease ماشي؟ بسبب ال constricting pericarditis. تمام؟ وهنا بقى مهم no pressure manifestations. فكي ما كنا بنقول في ال effusion والtamponade pressure manifestations اللي هي dysphagia والhoarseness والحاجات دي وانه مهمة جدا، هنا مفيش pressure manifestations. ليه؟ علشان ده هنا بيحصل stiffening بتاع pericardium جميل وبيحصل over a long period of time مش مرة واحدة او حتى مش كمية يعني مش كمية fluid كبيرة. ده هنا pericardium بقى stiff لكن size بتاع الheart مزاج او size بتاع pericardium مزاج فمش هيضغط على حاجة. لكن في cardiac tamponade او في pericardial fusion can be a size of the pericardial cavity hole is it تمام. ممكن يبقى patient عنده chest pain presumably due to active inflammation maybe present but it's rare عشان غالبا الacute pericarditis غالبا بيقلب بكرونيك فمش هيبقى لسه معاه persistent chest pain معاه تمام. نيجي على examination عندنا بيبقى فيه elevated jugular venous pressure it's almost a universal finding عشان ال constriction اللي حصل ده اللي كأنه خانق الهارت اوكي فعامل back
بريشر على شيء على الليج فينز، فبيبقى في كونجكشن بالشكل اللي احنا شايفينه. ممكن يبقى معانا ساين تاكيكارديا، ممكن يبقى بلاد بريشر نورمال او لو ديبندنج اون ذا ستيج اوف ذا ديزيز بروسس. نفس فكره الكارديك تامبوناد اللي هي الديناميكلي الدنيا بتبقى ستيبل ولا لا. وممكن في حاجه في الادفانس ستيجز بتاع الكونستريكتيف بيريكاردايتس يبقى معايا اي اف ده بي اسوسييتد في 30% اوف ذا كيسز. بعد كده عندنا بقى الابيكال بلس از اوفن امبالبابل اند ذا بيشنت مي هاف ديستنت اور مافلد هارت ساوندز. نفس السبب بتاع الكارديك تامبوناد، الكارديك تامبوناد كان بسبب فلويد عامل حاجز كده ما بيني وما بين الستاتسكوب اللي انا بسمع بيه وما بين ايدي اللي انا بعمل بالبيشن بيها. هنا البريكارديوم مفيش حاجز ماشي، بس البريكارديوم از فايبرس وقافل على الهارت، فانا بحط ايدي الفايبرس تيشو ده كانه بيابزورب البيت الموجوده، فالموست فيري ويك اند اوفن امباكت. اوكي، في حاجه اسمها بقى بريكارديال نوك، برده كنت حاطه صوت ليها ومش عارفه اشغله. ده بيبقى هاي بيتشد ايرلي دايستوليك ساوند ديو تو سادن سيسيشن اوف فنتريكولار فيلينج ان دايستوليك. ده بيحصل ليه؟ احنا الكونستريكتيف بريكارديتس ده بيحصل بسبب البيرت فيلينج والكلام ده. ممكن بيحصل ان the heart valves lose the elasticity and this reduces their ability to close completely. تمام، وده بيحصل بسبب الفايبروسيس اللي حصل او الكالسيفيكيشنز اللي موجوده، فبيبقى في صوت نفس فكره المرمر اللي بيتسمع عشان البلد بيعدي فيها. هنا بسبب ان هو ما بيقفلش كويس، الريجورجيتيشن دايما البلد ما يعني بيعدي في وقت المفروض ما يعديش فيه، نفس الفكره هنا كده، بس هنا بيبقى هاي بيتشد اوريدي دايستوليك ساوند. البلسس بارادوكسز اللي اتكلمنا عنه قبل كده it's a variable finding, بس it if present it rarely exceeds 10 millimeters of mercury. يعني فممكن يبقى كأننا زي الphysiological response. يعني تمام، constriction should be considered if the patient presents with unexplained jugular venous distension or pleural effusion or hepatomegaly or ascites. تمام، لو ما عندوش أي history لحاجة ده يعني حاجة مثلا في الليفر مثلا، أوكي، ولقينا كل jugular venous distension hepatomegaly ascites، ده اوكي هنقول ليفر، هنيجي نعمل الانفستيجيشن بتاعت الليفر مش هلاقي حاجه كاركترستيك قوي، ماشي، يبقى ده المشكله جايه من حته ثانيه زي الهارت. تمام، دي صوره برده حته اللي هو الهيباتوجوجل ريفلكس اللي اتكلمنا عنه قبل كده. هنا بقى الكوزمال ساين اللي احنا جبنا سيرتها في الكارديك تامبوناد، وقلنا مش دايما بتبقى موجوده بس هي تيبيكال لازم تبقى بتبقى دايما موجوده في الكونستركتيف بيريكاردايت. الكوزمال ساين دي عباره عن ايه؟ بيبقى هنا برده بارادوكسيكال انكريز اليفيشن يعني ان ذا فينس ديستنشن اند ذا جاكيولار فينس بريشر ديورنج انسبيريشن. يعني ايه الكلام ده؟ نورمالي لما بنيجي وقت الانسبيريشن ذير از انكريزد فيلينج اوف ذا رايت فنتريكل ديو تو ديكريزد انتراثوراسيك بريشر. اوكي، فالمفروض ان احنا وقت اي حد فينا بياخد نفس بيزيد الفيلينج بتاع الرايت فنتريكل، فلو في يعني النيك فينز بتاعتنا بتبقى كولابسد، ماشي، عشان كل البلاد اللي فيها بيسحب على الفنتريكل. تمام، في الكونستريكتيف بيريكارديتس الفيلينج بيبقى قليل علشان الهارت مش قادر يكوب مع يسحب الكميه الزياده دي، والبريلود بيبقى قليل، ذيرفور بدل ما يسحب البلاد من النيك فين على الهارت، لا ده كانه بيبلج باكورد علشان في حاجه ريستريكتنج عليه، في حاجه كونستريكتنج قافله على الهارت. تمام، this is also observed مع كارديك تامبوناد، لو كارديك تامبوناد بيبقى الفلويد اللي موجود وهو برده اللي بيريستريكت، فممكن يعمل لك الكوزمال ساين، بس اللي هي مش دايما بتبقى موجوده في كارديك تامبوناد. تمام، ممكن في right ventricular failure أو restrictive cardiomyopathy أو right ventricular infarction and tricuspid stenosis. كوزمان ساين دي مش حاجة typical 100% أو لو لقيتها يبقى ده constrictive pericarditis، بس مع المانيفستيشنز التانية ده بيديني حاجة إن هو ده constrictive pericarditis. الوايد سان هنا it's prominent، مش بالعكس ال cardiac tamponade كان بيبقى almost flat، ماشي، هنا it's prominent in the jugular venous or right atrial waveform. This is due to rapid and early left ventricular filling. دي الصورة برضو اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، ده النورمال المفروض يبقى ال white descent بالشكل ده. تمام، هنا بيبقى deep شويتين due to rapid early left ventricular filling. دي برضو صورة تانية للكوزمان ساين، حتة اللي هو الـ expanding thoracic cavity عشان الـ negative intrathoracic pressure، المفروض ان هو يسحب الـ blood من هنا، يسحبه لجوه للـ heart، ماشي، لو انا عندي مشكلة في الـ heart نفسه فهو the heart is not compliant enough ان هو يسحب كمية الـ blood دي، فبالعكس ده بيبلج backwards. تمام، في signs of congestion ممكن نشوفها زي الهيباتوماجالي with prominent hepatic pulsation يعني epigastric pulsations. ممكن يبقى patient عنده chronic hepatic congestion، يبقى عنده بقى signs of
بتبقى موجوده مع الليفر بيشنتس اللي هم الاسايتس والسبايدر انجيوما زي كده والبالمر اريثيما which can contribute to the diagnosis of a primary liver disease. ممكن افتكر ان ده شخص عنده حاجه ليفر واقعد الف بقى لفه كبيره وفي الاخر يطلع حاجه كاردياك. تمام. Peripheral edema is a common finding although it may be less prominent in younger patients with competent venous valves. هي حته الاديما دي بيحصل بسبب ان الفالفز اللي موجوده في الفينز بتبقى competent ولا لا. ممكن لو حد سنه صغير شويه وعنده constrictive pericarditis ما يبقاش عنده peripheral edema, بس مش هي دي الحاجه الوحيده الموجوده, دي من الحاجات اللي بتبقى موجوده معايا, فدي الحاجات اللي بتcontribute to the diagnosis. Investigations زي قبل كده, بس هنا بقى عندنا حاجات في الليفر مثلا زياده, بيبقى فيه elevated elevation of both conjugated and unconjugated bilirubin levels and elevated hepatocellular functions يعني liver failure, hypoalbuminemia يعني synthetic function بتاع الليفر مش كويس. ممكن يبقى patient اصلا السبب بتاع الكلام ده كله collagen disease زي الحاجه زي اللوبس والروماتويد ارثرايتس الاي ان اي بيبقى عليه الروماتويد فاكتور. ممكن يبقى سبب تي بي, وزي ما قلنا تي بي مهم جدا, ف PPD test ممكن يبقى positive. White blood cell elevation في CBC associated with the left shift. يعني ايه left shift؟ Left shift describes when immature neutrophils are released from the bone marrow due to outpouring of the cells typically during infection. لما بيبقى عندي infection يبقى the body بيحاول يكمبنسيت يطلع لي كمية white blood cells كبيرة, فممكن على أساس إن هو يطلع كمية white blood cells كبيرة تحارب الانفكشن ده ممكن يطلعهم لي immature شوية, فده هيبقى حتة ال left shift دي. ممكن لو سحبت pericardial fluid أعمل cytological examination أشوف فيه cause بتاعه, ممكن يطلع لي malignant cause. Imaging with chest X-ray زي ما قلنا موضوع الكالسيفيكيشنز اللي احنا شايفينه. If there is no significant pericardial effusion, cardiac silhouette هيبقى normal in size. ماشي. ممكن يبقى فيه pleural effusions, they're common and they're usually bilateral على حسب الكوز يعني. الاي سي جي هيبقى عندي نورمال او لو كيو ار اس فولتج, نفس فكره الكارديك تامبوناد هنا برضو حاجه ما بيني وما بين ما بين الهارت وما بين الالكترود اللي بره. وممكن لو حاجه لو الكونستركت بيريكارديتس ده لونج ستاندنج يبقى معايا اي اف, وده هنبقى نشوفه في الاي سي جي از ان ريجولار ايريجولاريتي. الاكو هنشوف حته البيريكارديال تيكنينج, التيكنس بتاع البيريكارديوم هيبقى الخط الابيض ده المفروض البيريكارديوم بيبقى رفيع كده وسموث وجلسني والكلام ده ما بيبانش قوي يعني, ماشي, لكن مش بيبان هو خط ابيض كده وتخين thickened and calcified. ماشي. ممكن يبقى عندي abnormal left ventricular filling pattern, حته برضو لما كنا بنقولها في الوايد سنت بيبقى هنا prominent او deep يعني, وthick pericardium restricting the heart movement. اوكي. السي تي والام ار اي دول مش حاجه بتتعمل دايما, بس دي هايلي دايجنوستيك, هنشوف بالظبط التيكنس بتاع البريكارديال كافيتي بعينينا. ماشي. ولو وصل الموضوع لو انا شكيت في مانيكين كاز مثلا, عملت البريكارديال فلويد اناليسيس وشكيت, يبقى ممكن اعمل بريكارديال بايوبسي اشوف لو في مالجنت كاز او اشوف الفايبروسيس بنفسي. دي برضو صوره ثانيه في الاكو, ده حته اللي هو التيكن وول بتاع البريكارديوم. ودي صوره بالسي تي. ماشي. المفروض ان البريكارديوم ما بيبقاش الخط الابيض ده خط ابيض يعني وايت جدا جدا, فده في كالسيفيكيشن. التريتمنت غالبا يعني ميديكال, بنبدا ميديكال تريتمنت which is generally ineffective, بندي دايوريتكس to relieve the congestion if the ventricular filling pressures are clinically elevated. بس ده ممكن ادي دايوريتكس عشان اقلل الكونجستشن اللي موجود, يقلل الكاردياك اوتبوت زياده وانا مش ناقص. تمام. بس فحدي دايريتكس يبقى لازم في كيرفول مونيتور. ماشي. تريتمنت اوف ذا كوز مهم زي الانتي تي بي دراجز عشان تي بي من اهم الكوزز والمالجنتي مثلا. تريتمنت اوف ذا كومبليكيشنز حاجه زي الاي اف, فدي ريت وريزم كنترول والانتي كواجلين, اتكلمنا في الكلام ده في محاضره الاريثميا. واخر حاجه اللي هو ده غالبا اللي بنضطر نعمله, كومبليت بيريكاردياكتومي از ا ديفينيتيف اند ا بوتنشال كيور. بيتشال البريكارديوم خالص. ماشي. يعني قبل كده كنا في البريكارديال افيوجن والتامبونات كنا بنقول نعمل بريكارديال ويندو او نعمل توت بارشال بريكاردياكتومي, او ممكن نضطر نعمل توت. هنا بنعمل توت نشيل البريكارديوم خالص عشان البريكارديوم ده ريستريكتنج الموشن بتاع الهارت, والهارت مش قادر يعني يفانكشن نورمالي, فاحنا هنشيل البريكارديوم خالص وعشان نريح الهارت. Prognosis of constrictive pericarditis, it's potentially curable if diagnosed early but potentially fatal if overlooked. لازم نبقى حاطينه في دماغنا دايما. It must always be kept in the differential diagnosis for any patient with unexplained
ديسنيا، جاسترو انتستينال سيمتومز، اسايتس اور اديما. وعندي نصيحه يعني ليكم وانتم بتذاكروا، في حاجات دايما بيبقى يقول لك دايجنوستس اوف اكسكلوجن، لازم نبقى حاطينها في دماغنا، لازم مش عارف ايه، وقتها احنا كنا كلنا بنبقى فاكرينها، بنيجي مع الوقت بننساها، وكومن ثينجز ار كومن، فبنفتكر الحاجات الكومن بس وننساها. ده مش معناه ان الحد ده دكتور مش شاطر، هو احنا بني ادمين وبننسى، تمام؟ فاحنا ممكن نبدا من دلوقتي حتى نعمل ليست من الحاجات اللي هي دايجنوستس اوف اكسكلوجن، او الحاجات اللي احنا حاطينها في دماغنا، ونكتب السيمتومز مثلا جنبها، وعلى اساس نخليها في مكان واحد. لو مثلا جت كيس مش تيبيكال من الحاجات اللي احنا متعودين عليها، يبقى نيجي نبص في الليست دي، هتساعدنا كتير. ده كومباريزن بسيط كده ما بين التامبناد والكونستريكشن، هي الاثنين بيبقى فيهم لو كاردياك اوتبوت، والاثنين بيبقى الجوجل فين ديستندد. هنا في التامبناد غالبا ما فيش كوزمن ساين، ممكن تبقى موجوده ممكن لا، لكن في الكونستريكشن بتبقى موجوده. الاثنين بيبقى فيهم ايكوالايز دايستوليك بريشرز، يعني لما بيجي يتقاس البريشرز اللي في الهارت هيبقى الدايستوليك بريشرز ايكوال. هنا الوايد ديسنت بلانتد، هنا بتبقى رابيد عكس بعض تماما. هنا الهارت ساوند مش هتسمع كويس، وهنا هيبقى عندي صوت اللي هو البيريكارديال نوك. اخر حاجه بس اديكوا هنت على حاجه سريعه، في حاجه اسمها كرونيك او هيل بيريكارديتس، ماشي؟ ممكن يقلب بحاجه اسمها ادهيسيف بيريكارديتس، ادهيجن، ماشي؟ This is the complication of constrictive pericarditis. هو constrictive pericarditis اصلا is a complication. The complication على complication. تمام؟ ده في نوعين. In some cases بيبقى في rough area with thickened pericardium. عادي زي constrictive pericarditis with no impairment of cardiac function. مش no impairment in the heart كويس، لا، no extra impairment of cardiac function. ماشي؟ The pericardium is almost obliterated with a very fine, very thin and fine fibrous band. فيعمل لي adhesive pericarditis. والfibrous tissue اللي هنا ده مش يعني مش فايبروسيس اللي هو بتاع الفايبروسيس اللي بيبقى ثابت في مكانه، لا، ده فايبروس تيشو اللي هو ممكن لو جه عليه انزيمز ممكن تكسره، تمام؟ فالفايبروس تيشو ده اللي لسه ما قلبش definite فايبروسيس، this is not enough to retract and compress the heart، تمام؟ في كيسز ثانيه بقى، هي دي المشكله، دي اللي بقى الكومبليكيشن من الكونستركتيف بيريكارديتس، ان هو بيحصل heavier collagenization on the pericardial sac, for both layers of the pericardium fuse together، تمام؟ والفايبروس بروسيس ده it extends to the neighboring structures، يوصل لللنج، يوصل للبلورا، فكل مره the heart contracts يعني بسبب ان الفايبروس تيشو ده ماسك كانه ماسك اللنج والبلورا والهارت، فالهارت هي كونتراكت هيسحب اللنج معاه، it will retract the heart and the pleura وهي retract the rib cage، فاحنا كده كان يعني بنشد كله مع بعض، فالهارت كانه هو هيضطر يشتغل زياده عشان الكونتراكشن الطبيعي بتاعه is not enough ان هو يفضي البلاد اللي فيه، هيبقى كانه يعني هو بيكونتراكت وبيسحب اللنج مع البلورا، فهيغير في الثوراسيك بريشر، تمام؟ فذا هارت ويل هاف تو ورك مور، وهيحصل هايبرتروفي، وبعد كده الهايبرتروفي ده هيقلب بدايليتيشن ويقلب لي بسيستوليك فيلير. ودي صوره لحته اللي هو الفنتريكولار هايبرتروفي، كل ما الوال بتاع اللفت فنتريكل زاد الثيكنس بتاعه، كل ما كميه البلاد اللي فيه هتبقى قليله، كميه البلاد قليله ستروك فوليوم هيقل، كاردياك اوتبوت هيقل، فالهارت هيضطر يشتغل زياده 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 لحد ما يوصل لهايبرتروفي ودايليتيشن ويقلب بسيستوليك فيلير. حته الاديتيف بريكارديتس دي مش مهمه قوي قوي، بس يعني عشان يبقى عندنا علم ان هو الموضوع ممكن يكون بروجريس لحاجه شبه كده. Recap of constrictive pericarditis. احنا قلنا ده بيبقى فيه stiffening of the pericardium, fibrosis which impairs the heart filling. ماشي؟ وممكن يحصل calcification on top of fibrosis. واهم causes TB والirradiation post surgery neoplastic causes. وممكن by time AF can develop in advanced cases. وقلنا ما فيش pressure manifestations زي في الإفيوجن، اوكي؟ عشان الإفيوجن كان بيبقى فيه حته الديسفاجيا والهورسنس والكمبريشن على اللنجز والحاجات دي في عمليه ديسنيا. هنا عندي الكوزمان ساين از كاركترستيك هنا والبيريكارديال نوب، اوكي؟ التريتمنت هنا كومبليت بيريكاردياكتومي، واتكلمنا عن الادهيزف بيريكارديتس والنوع الثاني اللي هو ممكن يقلب بميديستانيتس اللي هو كنا بنقوله في الاخر ده بيحصل هافير كولاجينايزيشن. كده الحمد لله خلصت محاضرتنا. احنا اتكلمنا النهارده عن البيريكارديتس، الاكيوت بيريكارديتس، وقلنا الكوزز بتاعته والكلينيكال بيكتشر والمانيفيستيشنز والكلام ده كله. قلنا البيريكارديتس ممكن يقلب بيريكارديال افيوجن، بيريكارديال افيوجن يقلب بيريكارديال تامبوناد، والكاردييك تامبوناد ممكن بعد كده او الافيوجن يعني يقلب كونستريكتيف بيريكارديتس. ممكن الاكيوت بيريكارديتس يقلب كونستريكتيف، ممكن برضه. تيكون مسج السريع، احنا قلنا البيريكارديتس از مينلي فايرال ان ايديوباثيك، هيز يوجوالي سيلف ليميتد، ما ننساش المعلومه دي، وذيرفور التريتمنت بتاعه يوجوالي بيبقى انتي انفلاماتوري، اند تريتمنت اوف ذا كوز از ذا مين جول.
الافيوجن ركزنا جدا ان the rate of accumulation of the fluid اهم من الفوليوم عشان الريت مره واحده وده اللي هيعمل لي يدخلني في الاكيوت كيس اللي هو كاردييك تامبونات وكاردييك تامبونات ده ميديكال ايمرجنسي من السيشن باك ستراب وكلمنا قلنا برضو ان في حاجات كاركترستيك في الافيوجن اللي هما زي بارتس برودكتس والالكتريكال الترنس دي الحاجات الاسامي الجديده والكونستريكتد بيريكاردايتس بيبقى فيه تيكند وستيفن بيريكارديوم الحاجات الكاركترستيك اللي فيه اللي هو الكوزمال ساين والبيريكارديال لونج. ده برضو السامري سريع كده من الحاجات كلها ان احنا قلناها ممكن تبص فيها واحده واحده كده. كده خلصنا الحمد لله. يا رب تكون المحاضره عجبتكم واستفدتوا منها. في حد عنده اي اسئله او اي كومنتس او اي حاجه you're more than welcome تبعتولي على الايميل. ربنا يوفقكم ان شاء الله.